بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ارتضيته لنفسك وارتضيته لخلقك وجعلته سيد الكونين وإمام الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا به وشفعه فينا واجعلنا من أهل شفاعته، وفرج الكرب عن أمته يا رب العالمين. اللهم أنرنا بأنواره، اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم انفعنا به واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. نسألك أن تحيينا على سنته وتتوفنا على ملته، وأن تعيذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين وأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم بعد عام من بداية هذه الدروس ندخل في أصل الكتاب. كل ما فات كان مقدمة، كل ما فات في حوالي أكثر من 274 صفحة من الكتاب مقدمة للكتاب نفسه، والذي لم يحضر ما فات كله يكفي حضور الباقي، لأن هذا هو ثمرة الكتاب. كل ما فات كان مقدمة لما يريد أن يبينه في أبواب بعد ذلك. وأول باب من هذه الأبواب الهامة هو كتاب التوبة أو باب التوبة، لأن أول الطريق بعد الإسلام التوبة، والتوبة ثمرة اليقظة، واليقظة معناه الانتباه من الغفلة، فالتوبة داؤها الغفلة والشهوة، داء التوبة الغفلة والشهوة، ودواؤها العلم والصبر. فالغفلة دواؤها العلم، والشهوة دواؤها الصبر عليها وعنها. فإذا صبر الإنسان عن شهوته وطلب العلم ليعالج غفلته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورث الخشية التي تدفعه إلى التوبة. والتوبة معنى الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله معناه كان تائها يسير إلى غير الطريق المراد من خلقه، فعاد ورجع إلى الطريق المراد، كأنما غير وجهته. بعدما كانت وجهته للأكوان صارت وجهته إلى المكون سبحانه وتعالى، أي عادة. فتاب معناها عادة، وكذلك أناب معناها عادة، وآب معناها عادة. فهناك التائب، وهناك المنيب، وهناك الأواب، وكلها معاني متقاربة ولكن لها مشارب مختلفة. فإن كان الإنسان يعود إلى الله خوفا من عذابه يسمى تائب، وإن كان طلبا لثوابه يسمى منيب، وإن كان مراعاة للأمر والنهي لأن الله أهل لذلك حتى ولو لم يخلق جنة أو نار فيسمى أواب. ولكن المعنى كله هو الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. ففروا إلى الله، فهناك من يفر إلى الله خوفا من عذابه فيسمى تائب، رغبة في ثوابه يسمى منيب، رغبة في الله ذاته سبحانه وتعالى إجلالا لعظمته لا نظرا لثواب ولا لعقاب، وإن كان هو أيضا يخاف العقاب والثواب ولكن ليست هو هدفه في الأشياء، فيسمى أواب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله صهيبا
لو لم يخش الله لم يعصه، لو لم يخش الله لم يعصه، أي أن هناك عباد ده الدافع لطاعة الله ليس هو الخوف من عقابه، وإن كان الخوف موجود، ولكن الدافع هو أن الله أهل لذاك سبحانه وتعالى. أهم سبب لعدم التوبة، إذا عرفت داء التوبة وهي الغفلة والشهوة، فدواءها العلم والصبر. طيب ما السبب لدخول الداء؟ فنحن نقول مثلا أن الإنسان يصاب بالالتهاب الرئوي، المرض هو الالتهاب الرئوي، علاجه المضادات الحيوية مع الراحة. طب عرفنا الداء سببه، يعني علاجه وأعراضه، طب ما هو الذي يعرضه للمرض؟ ما الذي يعرضه للمرض ذاته؟ إن تنخفض مناعته، المناعة بتاعته تنخفض فيتعرض للميكروب. طيب ننظر للتوبة كأنها هي جسد كائن حي، التوبة أيضا تتعرض للمرض، ومرض التوبة قلنا الغفلة والشهوة، المرض وعلاجها العلم والصبر. طيب ما السبب الذي يعرضها لهذا الداء؟ السبب هو التسويف، التسويف. السبب الإنسان يقول بكرة أتوب، بعده أتوب، وسبب التسويف سبب السبب طول الأمل، إن هو يظن إنه هيبقى عنده حياة، هيطول عمره طويل، بعدين أما أكبر أبقى أتوب، لما أخلص أبقى أتوب. يبقى ده الداء العضال، كل الناس عايزة ترجع لربها، كل الناس، حتى العصاة وهو بيعصي يبقى بيعصى وضميره مأنبه، طب ليه بيعصى؟ يقول لك أصلي هتوب بعد كده. يبقى التسويف، التسويف هو المشكلة. طب وعصى ليه؟ لغلبة الشهوة عليه أساسا، ولعدم علمه بالله الذي يورثه الخوف من الله. يعلم عن الله العلم القليل، لأنه لو كان عالما بالله العلم الذي يوصله إلى أن يبتعد عن المعصية لم تنع عنه، ولكن هو يعلم علم عوام. كل الناس يقول لك الله خلق الأكوان، لكن من يخشى الله من بين هؤلاء؟ هم الذين كمل علمهم بالله فانتقلوا من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، فإذا كمل أكثر انتقل من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. ولذا التوبة، عدم التوبة سببه التسويف، والتسويف سببه طول الأمل. وعلشان كده قالوا إن لما اتكلمنا في الوقت عند الصوفية، الوقت عند الصوفية معناه قصر الأمل، معناه أنك أنت تستشعر أنك سوف تموت بعد لحظة، لدرجة البعض يظن أنه إذا دخل النفس لا يخرج، فيعبد الله عبادة الأنفاس، وهناك من يعبد الله عبادة الساعات والدقائق، وهناك من يعبد الله عبادة الأيام والشهور، وهكذا كل على حسب مقتضى شعوره بافتقاره إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفقر الناس إلى الله، كان يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا لأحد من خلقك. فكلما قصر أملك، كلما قل تسويفك، كلما صرعت إلى التوبة، كلما قلت غفلاتك، كلما كمل ذكرك، كلما قلت شهوتك، كلما وصلت إلى الله. هذا كله يحتاج إلى اليقظة، واليقظة معناه أن الإنسان ينتبه، ينتبه أنه تائه في هذه الأكوان، تاه عن الطريق. فإذا تاه عن الطريق وقف عن الاستمرار في التوهان، وإلا يستمر في البعد، لأنك إذا كان مقصدك هذا الاتجاه وأنت تسير في الاتجاه العكسي. فطالما لم تنتبه كلما سرت بعدت عن مقصدك، فمجرد انتباهك يوقفك في مكانك، فقل بعدك، قل ابتعادك، ثم بعد ذلك يأتي العلم فتغير وجهتك. فنقرأ نقول العلماء التي نقلها الأستاذ عبد الكريم القشيري في باب التوبة في هذا الأمر، يقول في كتابه رحمه الله باب التوبة، قال الله تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى التوبة مأمورة ليها لكل المؤمنين، فهذه التوبة واجبة لكل المؤمنين، وهذه التوبة الواجبة تكون توبة عن المحرمات وتوبة عن ترك الأوامر وارتكاب المخالفات أخف عند الله من ترك المأمورات على خلاف ما يعتقد العوام. يعني التقصير في ترك المأمور أشد عند الله من ارتكاب النهي. يعني انظر، هناك من يصلي ولكن مع صلاته يرتكب المخالفات، يسرق مثلا، يزني، يشرب خمر، وهناك من لا يصلي ولكن لا يزني ولا يرتكب شرب الخمر. أيهما عند الله أرجى؟ عند الله الذي يصلي ويرتكب المخالفة، لأن ترك الأوامر أشد عند الله من ارتكاب المناهي. شوف قد إيه، ترك الأوامر عند الله أشد من ارتكاب المناهي. وهناك 11 دليلا على ذلك نص عليها ابن القيم الجوزية له في أحد كتبه، نص على هذا وقال من بين ما قاله وأذكره الآن وهو أوضح دليل. قال: انظر إلى مخالفة إبليس ومخالفة سيدنا آدم. إبليس خالف الأمر فطرد، وسيدنا آدم ارتكب النهي فقبلت توبته. أوضح حاجة، فدل على أن ارتكاب النهي أخف عند الله من مخالفة الأمر. فعليك أن تتوب أولا من مخالفتك لأوامره أو من ارتكابك لمناهيه، وهذه التوبة واجبة لكل مسلم. ثم الأوامر والمناهي أنواع، فالأوامر واجبات ومندوبات، والمناهي محرمات ومكروهات، والمحرمات أيضا أنواع كبائر وصغائر. فهذه التوبة من المحرمات التي هي الصغائر والكبائر واجبة لكل المسلمين لكل المؤمنين. فإذا تدركت وارتقيت تجد نفسك وجب عليك أن تتوب أيضا من فعل حتى المكروهات ومن حتى مخالفة المستحبات، ثم بعد ذلك ترتقي إلى أن تتوب حتى من مخالفة الآداب التي هي أقل من المستحبات طلبا، ثم بعد ذلك تتوب عما سوى الله، حتى عن ذكرك لعملك، وحتى عن ذكرك لنفسك، وحتى عن رؤيتك أنك تستحق شيء. فالتوبة بابها مفتوح، جزء منها واجب وجزء منه فضل وترقية في الدرجات، ولكن لا يخلو الإنسان من احتياجه للتوبة في كل مرحلة من مراحل ترقيه للوصول إلى الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو مستغن عن هذا لأنه لا يفعل المعصية. فدل على أن التوبة يحتاجها الإنسان لقصوره البشري عن إدراكه عظمة مخلوقه مهما بلغ من درجة العلم. فالله سبحانه وتعالى فوق كل تعظيم وفوق كل إجلال وفوق كل إدراك، حتى فوق إدراك كل من أدركه، حتى فوق إدراك الأنبياء له سبحانه وتعالى، وفوق إجلال الأنبياء له. ولذا كان الأنبياء يستغفرون من ذلك. آدي المعنى، فكل إنسان مهما ارتقى محتاج للتوبة. فالتوبة بداية وطريق ونهاية، فالإنسان لا ينفك عن التوبة في كل لحظة من حياته ليل أو نهار، حتى أنه في الجنة يحتاج للتوبة، للتوبة لأنه يرتقي ويتجلى الله عليه بمعارف باستمرار، فيتوب إلى الله من سوء فهمه من معارفه السابقة، لأنه بان له أنه كان غير مدرك، وعدم إدراكه كان ينبني عليه التقصير في الشكر. ولذا كان النبي يتوب إلى الله ويستغفره، والنبي أبعد الناس عن التوبة لهذا المعنى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى أمره أمر بالتوبة زي أقيموا الصلاة. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن محمود بن خراز قال: حدثنا محمد بن فضل بن جابر
قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زكريا قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة سبب لتحصيل محبة الله، فإن أحب الله عبد لا يضره ذنب خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد لا يعذبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبوبين لديه. وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمتطهرين ليس هو التطهر من الأنجاس والأدناس الحسية فقط، بل من الأدناس والأنجاس المعنوية أشد طلبا، لأن في المعنويات وفي المعاني وفي القلوب ما نجاسته أشد من نجاسة الحس. فنجاسة الحس يضيعها قليل من الماء، ولكن نجاسة المعنى التي تكون في القلوب من الحقد والحسد والحرص وغير ذلك من الأمور الموجودة في القلب تحتاج إلى معاناة كثيرة لمعالجتها حتى تتخلص منها. قيل يا رسول الله وما علامة التوبة؟ قال الندامة، الندم. يبقى أصل التوبة النفس اللوامة، منبع التوبة هي الأصل اللوام، منبعها ومصدرها، لأن النفس اللوامة معناها ندمانة، معناها تندم على تقصيرها. ولذا هناك التوبة تسمى التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوح. فالناس مع التوبة يمكن 4 درجات تقريبا، زي ما قال سيدنا الإمام الغزالي في الإحياء، قسمهم إلى 4 مقامات الناس في التوبة. هناك من تاب توبة نصوحا فلا يخالف بعدها أبدا، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بينها في قرآنه توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهؤلاء اطمأنوا إلى أن الله ربهم فلم يعصوه، فصارت نفوسهم مطمئنة فهي تذهب إلى ربها راضية مرضية. يبقى دي أول نوع اللي هو تاب ولم يعود بعد ذلك. والنوع الثاني وهو أدنى، وإن كان ما زال يعني من أهل الخصوص، وهو النوع الذي يتوب ثم أحيانا يقع في بعض المخالفات من الصغائر ولا يغشى الكبائر، فإذا فعل بعض الصغائر يسارع بالتوبة، يسارع بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالنوع ده اللي هو النوع الثاني، اللي هو يفعل المخالفة ولكن بمجرد فعلها لا يفعلها متعمدا، لكن يفعلها اتفاقا لضعفه البشري، اتفاقا بغير تعمد، ثم بعد ذلك يتوب منها قبل حتى أن يدرك حلاوتها أو مرارتها، لأنه بمجرد ذكروا الله فاستغفروا في الحال. يبقى ده نوع تاني. يبقى النوع الأولاني لا يغشى المعاصي أصلا، خلاص تاب توبة نصوحة فلا يفكر فيها. والنوع الثاني يغشاها لكن بغير تعمد اتفاقا للضعف البشري، ثم بعد ذلك يتذكر فيعود مسرعا. والنوع الثالث من الناس، وهذا النوع الذي النوع الثالث هذا الذي يفعل التوبة ثم يعود إلى المعاصي متعمدا، يعني يتوب ويعود للمعصية متعمد، ثم بعد ذلك لا يتوب منها بل أحيانا يستمر عليها ولكن يعالجها بالإكثار من الحسنات والإكثار من الإيه؟ من أعمال الخير، ولكن لا يقلع عنها بسهولة، لأنه يفعلها متعمدا مستشعرا لشهوتها مستشعرا بلذاتها، ولكن مع ذلك نفسه تلوم عليه. فلما نفسه تلومه لضعفه البشري لا يستطيع أن يقلع عنها فيكثر من الحسنات، لعل الله سبحانه وتعالى يجبر هذا النقص بالحسنات. وهؤلاء الذين قال الله فيهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يبقى ده نوع تاني من البشر، من الناس المؤمنين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء
في ايه؟ في رجاء مستمر ان الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، يتوب عليهم فلا يفعلوا اصلا، او يتوب عليهم فيعافيهم اذا لقوه بالجنة سبحانه وتعالى. وهؤلاء هي النفوس اللوامة، هؤلاء نفوسهم لوامة، ولكن لومها لوم ضعيف لم يبلغ الى درجة ان يقلعوا عن المعصية لشعورهم بلذة فعلها. ولكن النوع الثاني اللي هم اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم نفس لوامة اخرى، لكن تلوموا على معنى اعلى ارقى، فيتلوموا على ترك المستحسنات وعلى فعل المخالفات حتى ولو قبل فعله. اما هؤلاء فنفسهم لا تلومهم الا بعد تعمد فعل المخالفة واقتراف لذة المعصية، ويصرون عليها احيانا وان كانوا لا يفعلون الكبائر في الغالب. ثم بعد ذلك النوع الرابع اللي هو يفعل المخالفات الكبيرة والصغيرة متعمدا ولا تلومه نفسه، ويتوب بلسانه لا بقلبه، فلا يوجد الندامة، لان الندم الاصلي طالما الندم في القلب هو ده الدافع اللي يخليك تقلع في الظهر. لكن لو ما فيش ندم في القلب تقلع ليه في الظهر؟ يبقى انه هو بيحب المعصية، يعني هو بقى بيحب المعصية. طالما بيحب المعصية ده حتى لو قال استغفر الله 100 مرة بلساني لا يترك المعصية. وده المعنى اللي قالت فيه ستنا رابعة العدوية: استغفاركم يحتاج الى استغفار، استغفاركم يحتاج الى استغفار، لانكم تستغفرون بألسنتكم وقلوبكم معلقة بالمعاصي حبا وشهوة ورغبة. فاستغفاركم بلسانكم يحتاج استغفار عن حال قلوبكم، لان القلوب لم تستغفر، فيتزم حال القلب ولا تزم حال اللسان، لان المعلوم ان الاستغفار حتى مع الغفلة افضل من عدم الاستغفار. فهي لا تنكر الاستغفار مع الغفلة، بل تنكر الغفلة مع الاستغفار. افهم المعنى حتى لا تعترض على كلام الاولياء، فتقول استغفاركم يحتاج الى استغفار، فيتتكلم على القلب هنا، فيتنكر حال القلب حال ذكر اللسان، فلا تمنع ولا تستصغر ذكر اللسان، بل هي تستكبر كيف يكون محل نظر الله لك منك هو القلب، والقلب لاهن واللسان ذاكر. هذا في حد ذاته، هذا الموقف في حد ذاته كده لا يليق، يحتاج الى استغفار. ولكن مش معناه ما تستغفرش بلسانك، لا، ليس هذا هو المعنى. ودي حال النفس الاماره، حال النفس الاماره اللي هو النوع الرابع اللي هو يفعل المعاصي، ودول في مشيئه الله، ان شاء غفر الله لهم وان شاء عذبهم. يبقى في ناس في رجاء الله اللي هم عسى الله ان يتوب عليهم، وفي ناس في مشيئه الله اللي هو النوع الاخير، وفي ناس في فضل الله، وفي ناس في احسان الله، وهكذا. والناس درجات تتفاوت، وكذلك الجنة تتفاوت. ثم تلا: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ قال: الندامة. شفت كلام النبي؟ ترياق، يعني لا يستطيع إلا من أوتي جوامع الكلم واخترقت حكمته النفوس البشرية التي خلقها الله ولا يعلمها إلا الله. فعلا هو ده رسول الله إلى الخلق، كلامه يدل على أنه رسول الله، كلامه لوحده كده. لما تقعد أنت تفكر إزاي إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب يعرف يقول كلمة زي دي، إزاي يخترق إلى لب المسألة التي إن بحثت عنها سنوات طويلة وبحث عنها الفلاسفة على مر العصور لم يصلوا إلى نصاعة لفظ النبي ووضوح عبارته ووصوله للحقيقة بهذه الصورة. إذا ناقشت حتى كلام الفلاسفة الذي يملأ الكتب، إيه الدافع إلى التوبة وإيه مش، هتلاقي كلام يتوهك. في الآخر تقرأ كتاب قد كده وتقعد شهور على ما تخلصه وما تعرفش في الآخر إيه الدافع، يتوهوك. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة وجمال وحلاوة يقول لك إيه الندم، بس خلاص اقفل الكتب فقد كفيتم. شوف لما سيدنا عمر بن الخطاب حاول يقرا حاجه تانية غير الكتب قال له قد كفيتم، خلاص هتبحث ايه؟ هتتوه نفسك ليه؟ ابتدي بقى اشتغل، دلنا على الطريق من اكثر السبل علشان ما نضيعش عمرنا في البحث. يعني هو ادالك الحاجه ابتدي استثمرها بقى.
فالندم ده كلمة كبيرة لا يعرف معناها ولا دافعها إلا اللي غرق في دراسة النفوس البشرية ودافعها إلى فعل الشر أو الخير، وقعدوا العلماء النفس يبحثوا عنها سنوات طويلة وما عرفوش يقولوا كلمة النبي دي اللي هي الندم. قال الندامة: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتكة طريف بن سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. ليه بقى شاب تائب؟ لأن احنا قلنا إن الداء بتاع التوبة الشهوة والغفلة، مش كده؟ هتجد الشهوة أقوى ما تكون في الشاب، والغفلة أقوى ما تكون في الشاب. فالغفلة في الشاب أقوى ما تكون لعدم تجاربه الكثيرة في الحياة، لأن لسه ما تمرست في الدنيا، فتجاربه قليلة فغفلته شديدة. ثم بعد ذلك في كمال الشهوة، فإن تاب مع كمال وجود المرض ده دليل إن هو توبته أقوى من توبة الشيخ، لأن الشيخ شهوته ضعيفة وتجاربه كثيرة، والتجارب الكثيرة مع وجود الشهوة الضعيفة مقربة إلى أن الإنسان يذكر ربه ويعالج، فيكون مرضه أخف من مرض الشاب. أدي معنى شاب تائب. ولكن الله سبحانه وتعالى يحب التائبين عموما، ولكن حبه للشاب التائب أشد، ويكره العصاة عموما، وكراهية للشيخ العاصي أشد. عشان تفهم كده حكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه صنف الناس والبشر، لأنه هو رسول الله إلى الخلق الذي يأخذ بأيديهم، فأعلمه الله بأمراض الخلق، أعلمه الله بأمراض الخلق بتعليم الله إياه سبحانه وتعالى. فالتوبة أول منزل من منازل السالكين. طبعا التوبة دي أول حاجة. ليه؟ لأن أول حاجة تتوب من الشرك إلى التوحيد إلى الإسلام، دي أول توبة، أول حاجة، يبقى دي أول منزل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي أول توبة تدخل بيها من الكفر إلى الإسلام، يبقى أول منزل. ثم بعد ذلك في سيرك تلتزم بالأوامر والنواهي، فإذا ارتكبت النواهي تجدد التوبة وتجدد العهد، وهكذا حتى ترتقي لأن تجدد العهد على عدم ترك حتى الآداب. وأول مقام من مقامات الطالبين طبعا، وإن كان في مقام قبلها ولكن لا يظهر، فالتوبة هو أول مقام ظاهر، لكن قبلها في مقام غير ظاهر وهو في القلب، ليقظ، إنه يتيقظ لما خلقت وما هو مراد الله، اللي يسموها اليقظة. وعشان كده في منازل السالكين لأبي ذر الهروي بدأ ايه باليقظة الاول، اول حاجة اليقظة، بعدها اتكلم عن التوبة. فاليقظة تلاقي حالة قلبية اللي هي يسموها الانتباه، ان الانسان ينتبه. الغي ما هو العدد بسيط، الغي خالص بس كده، العدد بسيط. وحقيقة التوبة في لغة العرب الرجوع، يقال تاب اي رجع. فالتوبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه، يبقى في الشرع مش في العقل عشان يخالف المعتزل، يبقى ما كان مذموما في الشرع، يبقى دي توبة أهل السنة. توبة أهل السنة غير توبة المعتزلة، لأن المعتزلة يقول بالتحسين والتقبيح العقليين كما قالت الفلاسفة لتأثرهم بكلام الفلاسفة، ولكن أهل السنة يقول القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، وإن كان غالبا ما يحسنه الشرع يكون له معنى معقول، لكن ليست مصدر التحسين هو العقل، بل مصدر التحسين هو الشرع، هي دي المسألة. فالتوبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. الندم توبة، لأن دي أول دافع جوه النفس يدفعك إلى أنك تتوب.
لو مش ندمان مش هتتوب. يعني احنا مثلا بنشوف ناس كتير يقول لك انا بدخن وعارف انها مضره وعملت له مرض فعلا، لكن مش قادر يتبطل التدخين. ليه؟ عشان بيحب السيجاره، بيحب حاجه بيحبها ما يقدرش يبطل، لكن اول ما يكرهها حتى لو ما امرضتوش مش هيشرب. يبقى كذلك اللي بيحب المعصيه، يعني اللي بيذوق حلاوتها وبيتلذذ بحلاوتها، ده ما يتوبش منها، ما يسيبهاش، حتى مع انه خايف من ربه وكل حاجه بس ما يسيبهاش. زي في دكاتره يبقوا عارفين السجاير بتعمل ايه، دكاتره نفسهم وعيان وبيشرب السجاير، بتشرب ليه؟ يقول لك بحبها مش قادر ابطلها. لا احبك ولا اقدر على بعدك، واخد بالك؟ يعني لا قادر يبطلها ولا قادر يكرهها. يبقى اهم حاجه في الاول انك انت تبغض الايه؟ لما تبغض المعصيه تقوم تبتدي تندم بقى، تندم على فعلك. انما انت حاجه بتحبها هتندم عليها ليه؟ يبقى الندم ده معناه بغض المعصيه، كان ابتدت شهوه المعصيه تضعف عنك لدرجه انها انقلبت، بدل ما بقت رغبه بقت نفره. فهمت ازاي؟ بقت بدل ما نفسك كانت راغبه يعني مشتهيه بقت نافره. في فرق كبير الحكايه دي. فاول ما تبتدي تنفر بقى من المعصيه بدل ما تبقى راغبها، يبتدي يتولد من النفور ده الندم، والندم يتولد منه الدافع للاقلاع عما انت فيه، والعزم على عدم العوده في المستقبل، والندم على ما فات، اللي هي بعد كده بقيت اركان التوبه. لان اركان التوبه بيشمل التلات ازمنه، لان البني ادم ده عباره عن ماضي وحاضر ومستقبل. لان ما انت الا زمن، لان هو ده عمرك، هو الزمن ده، والزمن هو ماضي وحاضر ومستقبل. فالتوبه بتحتاج تشمل التلات ازمنه دي عشان تشملك من جميع النواحي. في الماضي تندم، ادي شملت الزمن الماضي، والمستقبل العزم على عدم العوده في المستقبل، والحاضر الاقلاع في الحال. يبقى خدتك من جميع الاحوال، يبقى لا يعني مسكتك كده، غسلتك، غسلت الماضي والحاضر والمستقبل. ادي معنى الندم توبه. شفت كلام النبي ازاي جامع للامور؟ تقعد تتكلم فيه وتفتح فيه ما يخلص، تجد ان كلام النبي اوسع، معانيه اوسع من الفاظه، كالقران. وعشان كده الرسول يقول ايه؟ اوتيت القران ومثله معه. القران كده برضه معانيه اوسع من الفاظ. انما اي كلام غير كلام النبي وكلام الله عز وجل في القران، تجد ان الفاظه اضيق من معانيه. وعلشان كده اما نقعد نكلم بعض نقول انا قصدي كذا، وانا كنت قاصد كذا، ومهما قلت تجد ان اللي جواك اوسع من اللي انت عبرت عنه. دي الحقيقه. اي انسان كده، كل الناس كده. وعشان كده لما تكتب حاجه كل ما تيجي تراجعها تبقى عايز تكتبها تاني وعايز توضح تاني، لدرجه اما بتعمل مثلا كتاب او حاجه لازم توصل مرحله بقى توديه الطبع، والا مش هتطبع بقى. كل ما تيجي تقراه عايز تضيف حاجه وتغير حاجه مكان حاجه وتحط حاجه قبل حاجه، وتجده ناقص باستمرار. كل ما تقراه تجده ناقص، فلازم توصل مرحله بقى تضعه على نقصه، واعترف بنقصه واخلص. الا كلام الله وكلام نبيه. وعشان كده الرسول لما يقول اوتيت القران ومثله معه، تعرف ان كلام النبي ده معانيه يعني الالفاظ اوسع من معانيها، اللفظ نفسه اوسع من معناه. نقعد احنا نطلع من اللفظ ده معنى، ويجي غيرنا يطلع منه معنى، ويجي غير غيرنا يطلع منه معنى، لحد يوم القيامه وتلاقي كلام النبي وكلام الله عز وجل لسه الناس ما خرجتش كل المعاني منه. زي ما قالوا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الفرد بيقول يفنى الزمان رغم تفنن الواصفين في وصفه على النبي صلى الله عليه وسلم. يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف، يفنى الزمان وفي النبي ما لا يوصف. ده النبي حتى ذاتا وصفاتا، فما بالك كمان اقوالا وارشادا، برضو فيه ما لا يوصف صلى الله عليه واله وسلم. فارباب الاصول من اهل السنه قالوا شرط التوبة حتى تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات، يبقى ده في الماضي، وترك الزلة في الحال، يبقى إيه في الحال أهو، والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي في الاستقبال. يبقى شملت الأزمنة كلها. فهذه الأركان لابد منها حتى تصح توبته. طبعا إذا كان في حقوق للآدميين هيردها، دي إيه؟ ده شرط زائد
على اساس زكاة المعصية دي تعلقت بحق ادمي، هيتحط الشرط الزائد ده ان هو يرد حق الادم. قال هؤلاء: وما في الخبر ان الندم توبة، انما نص على معظمه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، اي معظم اركانه عرفة، اي الوقوف بها، لا انه لا ركن في الحج سوى الوقوف بعرفات، ولكن معظم اركانه الوقوف بها. كذلك قوله الندم توبة، اي معظم اركانها الندم. اما النبي يقول لك الحج عرفة وملوش الا اركان عرفة، لا، لان عرفة مضيق وباقي الاركان موسعة. عرفة مضيقة، وقت واحد، يوم واحد عدى خلاص فتك الحج، لكن باقي الاركان كلها موسعة. تطوف طواف الافاضة قبل الوقوف، بعد الوقوف، في اي وقت ان شاء الله، بعد سنة طالما وقفت عرفة طواف الافاضة لا حد لنهايته، ان شاء الله قبل ما تموت بعد 20 سنة تروح تطوف، واخد بالك؟ بس هتبقى ما زلت يعني متحلل تحلل اصغر، ودي عند بعض الناس سهلة. واحد مش متجوز ما تفرقش معاه، ما تفرقش معاه خالص، يجي بعد 5 سنين يروح يطوف طواف الافاضة ما يجراش حاجة، لان هو مجرد ما ذبح يوم النحر تحلل كل التحلل عدا النساء، وهو اصلا مش بتاع نساء، لا متجوز ولا عايز يتجوز خلاص، او واحدة امرأة زوجها ميت منها او مش متزوجة خلاص ما تفرقش معاه، واخد بالك؟ تروح بلدها وتيجي بعد 2 3 سنين تبقى تطوف طواف الافاضة وتم حجها. شوف قد ايه الا عرفة، ده عرفة فات الحج، لانه ايه؟ ركن مضيق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الركن المضيق، يعني طالما انت ادركت عرفة ادركت الحج، فاتك عرفة ما فاتكش فاتك الحج، لكن مش معناه ان كل اركان الحج عرفة. اركان الحج ايه؟ الاحرام والوقوف بعرفة، الاحرام مع النية والوقوف بعرفة، وطواف الافاضة، وسعي الحج، والحلقة او التقصير، مش كده؟ والترتيب على ما ذكرنا، او في على المعظم، الترتيب في المعظم زي ما بيقولوا، علشان فيها تفصيل، احنا بس قلناها كده تبركا ان احنا في اشهر الحج. ربنا ييسر لنا حج بيته الحرام هذا العام، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام وكل عام، يجعل لنا سبيلا سهلا ميسرا لنا ولكل مشتاق من المسلمين، وان يرد الينا الحجاج والمسافرين والغزاة سالمين غانمين يا رب العالمين، من امة سيد المرسلين. وعشان كده لما زي ما قال لك الحج عرفة، قال لك الندم توبة، مع ان الندم مش هو كل اركان التوبة، لانه هو اصل اركان التوبة، اصل اركان التوبة، لان لولا الندم مش هيبقى فيه توبة. ادي المعنى، ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اختصر لي الكلام اختصارا. شفت كلام النبي بقى؟ اختصر لي الكلام اختصارا. ولما كانوا يتعجبوا من فصاحته، اهل الفصاحة تتعجب من فصاحة النبي، يبقى تعرف فصاحة النبي تبقى ايه؟ لما اهل الفصاحة يتعجبوا من فصاحة النبي يقوم يقول ايه؟ واخد بالك ازاي؟ وما لي اكون لا اكون افصح العرب وقد اختصر لي الكلام اختصارا، وقد رضعت من بني فلان، اللي هم بني حليمة، دول كانوا بيقول لك بني سعد، كانوا برضو من الفصحاء اللي هم ايه؟ اهل البادية، دول كانوا مشهورين بالفصاحة والسجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتباهى بذلك صلى الله عليه واله وسلم، ليس تباهي الفخر لانه ليس من اهل الفخر والكبر، ولكن تباهي من باب التحدث بنعمة الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل التحقيق من قال يكفي الندم في تحقيق ذلك، لأن الندم يستتبع الركنين الآخرين، فإنه يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو مصر على مثله أو عازم على الإتيان بمثله. يعني لا، الندم هو ده الأصل، لأنه يستحيل أن يبقى ندمان على حاجة ويصر عليها أو يعزم على فعلها مرة أخرى. وهذا معنى التوبة على جهة التحديد والإجمال. فأما على جهة الشرح والإبانة فإن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما. فأول ذلك انتباه القلب، اللي هي اليقظة اللي احنا بنقول عليها اليقظة. أول ذلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة، ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة. ويصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للإصغاء إلى ما يخطر بباله من زواجر الحق سبحانه. يسمع قلبه، يسمع قلبه، فإنه جاء في الخبر واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم. مش الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده في الحديث المشهور؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يعني راح راسم طريق كده، خط، ورسم على الخط أبواب،
ورسم على الابواب سطور، وعمل على الباب على الطريق ده داعي، مش كده؟ برضو في اول الطريق، وبعدين في وسط الطريق داعي تاني. فاللي في الطريق ده اللي هو الصراط المستقيم، اللي هو طريق الله الموصل اليه سبحانه وتعالى، هو الاسلام. والحدود، الحدين دول هي حدود الله، حدود الله اللي هي حدها يعني المحرمات الكبائر. فطول ما انت ماشي في الطريق وبعيد عن الحدين دول يبقى بعدت عن الكبائر، مش هتقع في الهوية. وعلى الكبائر دي حدود ابواب، والابواب دي عليها سطور. لو كشفت الستر كده توشك انك انت تدخل فتقع في الحد. فكل ما تحاول تكشف الستر يجي لك الوعظ اللي في اول الباب، الاول الطريق اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك. ما سمعتش التحذير ده لانك ما قريتش الحديث، او كنت في جيل لم يقابل النبي. يوم يعمل ايه؟ يجي لك الوعظ اللي في ايه؟ اللي في قلب الطريق، اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم يقول له اياك ان تفتح الستر، انك ان فتحته تلجه فتخاف. ادي معنى واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى الانتباه يجعلك تسمع واعظ الله في قلبك، ادي الانتباه. تقوم تنصت لكن مش منتبه، يعني غافل، يعني نايم. ما هو النايم ده اللي نومه تقيل، ده مهما تكلمه هيسمعك؟ ما يسمعش. تحذره ما يتحذرش، ما هو نايم غافل مش دريان خالص، نومه تقيل. لكن اول ما يبتدي نومه يخف يبتدي يقرب للانتباه، اقل صوت جنبه يصحى، يقوم يبتدي يسمع. كذلك ايه؟ القلب طول ما هو نائم فيه وغافل في شهواته ما يسمعش الصوت اللي جواه اللي هو بيقول له لا تقترب مما يغضب الله عليه. فاذا ابتدى ينتبه تدريجيا يبتدي يسمع الصوت الخافت اللي في قلبه، فبدل ما يبقى خافت يبقى قوي، يبقى كانه بالميكروفون. ادي معنى انه يستمع له. يبقى اول انتباه انك يستمع لواعظ الله في قلبه. والسماع ده سبب التوفيق على فكرة، ان ربنا يبقى موفق العبد، يعني من اهل التوفيق. لان ربنا اول ما خلق الخلق خلق فريق للجنة وفريق للسعير. فريق الجنة ده موفقين، تبص تلاقي ده هو ده اللي هيتيقظ، هو ده اللي هيسمع، هو ده اللي هينتبه، هو ده اللي هيتوب. والتاني يزداد غفلة ويزداد ران على قلبه، لان كل ما الواحد يعمل المعصية كل ما تسيب اثر في قلبه. الاثر ده لو سارع بالتوبة يطلع على طول. تصور انت مثلا نقطة حاجة جت على هدومك، وبعدين ايه؟ اول ما وقعت كده قبل ما يتشربها القماش رحت انت مسحها على طول، هتسيب اثر؟ ما تسيبش اثر. كذلك الانسان اول ما يحدث معصية يروح مستغفر على طول وتايب على طول ويحدث حسنة، تبص لا ما تسيبش اثر في القلب، يفضل القلب منور نظيف مجلي، خدت بالك؟ لكن يعمل المعصية ويسيبها، فين؟ على ما يتشربها القلب. يوم حتى لو جاي يتوب تقوم تسيب اثرها، لما تزول تبقى سايبه بقعه. فهمت ازاي؟ ما هو مفيش اريال بقى ولا في اكسترا ولا الحاجات بتاعت المساحيق دي. ما هو المساحيق دي حتى ساعات تضعف لما يكون البقعه تخللت الثوب نفسه وتشربتها اليافه. حتى احيانا يصعب حتى على المزيل، ساعات تودي انت بنطلونك المبقع عند الجماعه اللي بينضفوا الحاجات دي اللي هو بتنترلي دي، واخد بالك، والتنظيف بالبخار، يرجعوا لك زي ما هو، يقول لك اصل انت سبته عندك يجي سنه على ما جبته لي لما تشربت نفس القصه في القلب. بقى لما تيجي تعمل المعصيه وتسيبها الاول بتبقى ران، يعني عطبقه سطحيه، وبمرور الوقت تبتدي تتشرب فتبقى على نفس مستوى القلب، مفيش حاجه عليه، لكن تشربتها تغلغلته، واخد بالك ازاي؟ فلما تتغلل، شوف، اشربوا في قلوبهم العجل، اشربوا، يبقى في ران وفي اشراب. والاشراب ده صعب جدا، ده يحصل يخلي الانسان يعني ايه يختم على قلبه والعياذ بالله. لكن الران كل ما تتراكم، بس عايز بقى تجليها جامد، عايز تبذل مجهود رياضه جامده علشان تجلي قلبك. وعلشان كده كلما كثرت المعاصي على القلب كلما احتاج رياضه للنفس قويه ومخالفه للنفس قويه حتى يعود القلب الى ما كان عليه. لكن اما تبقى راجل اول باول نظيف، كل ما تعمل معصيه تحدث توبه، كل ما تعمل تلاقي قلبك نظيف على طول.
خدت بالك؟ تعرض القلوب او الفتن على القلوب عودا عودا كعواد الحصير. الحديث بتاع سيدنا حذيفه بن اليمان، فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، ابيض مثل الصفا لا يضره شيء، لانه بينكر اول باول، ينكر اول باول، اول باول ينكر، ينكر بالتوبه، ينكر بالانكار للمنكر، بالامر بالمعروف، ينكر بالاعراض عنها، ينكر باحداث حسنات علشان ربنا يمحوها له، فبينكر اول باول، فده يفضل قلبه ايه؟ منور، نور ايه؟ نور الايمان، نور الفطره الاصليه. والتاني اللي ما انكرش يفضل يختلط بياض الفطره مع سواد الفتنه، فيبقى اسود مرباد، ده يبقى رمادي. اما يبقى رمادي ده لا محصل اسود ولا ابيض، فيصير كالكوز مجخيا، زي ما النبي شبهه بالكوز المقلوب كده. تجيب كوبايه كده تروح قالبها كده، تعرف تحط فيها حاجه بعد كده وهي مقلوبه؟ خلاص. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا الا ما اشرب من هواه، فنسال الله السلامه. وفي الخبر: ان في البدن لمضغه اذا صلحت صلح جميع البدن، اللي هي القلب يعني، واذا فسدت فسد جميع البدن، الا وهي القلب. يبقى ايه؟ اياك والران، اول باول تمسحه بالتوبه، وتمسحه باحداث الحسنات، حتى لا يشربه القلب، فاذا شربه القلب كان التخلص منه صعب جدا، صعب جدا. وربك بيقول: الا من اتى الله بقلب سليم، فخد بالك. فاذا فكر بقلبه في سوء ما يصنعه، وابصر ما هو عليه من قبيح الافعال، سنح في قلبه إرادة التوبة. يعني لما يشوف أحواله كده، الهباب اللي قاعد بيعمله طول النهار والمعاصي، وإنه هو خلاص الأعمار، ويشوف الزلازل والبراكين اللي بتحصل والبلاوي اللي حواليه، ويشوف كده في جيله يلاقي ناس ماتت من جيله اللي اتولدوا معاه، وناس مريضة وناس تعبانة وناس مش عارف إيه، وناس بتموت في كل لحظة، وهو يمكن يبقى زيهم، ويبتدي عايز بقى يسارع بقى يلحق نفسه. يعني كل واحد فينا في كل فترة من فترات عمره في ناس من جيله ماتوا. تصور دي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الموت مش بعيد عنك اهو، خد بالك. يعني واحنا في ثانوي في ناس زمايلنا في ثانوي ماتوا، واحنا في الجامعة كانوا ناس زمايلنا في الجامعة قبل ما نتخرج زمايلنا دفعتنا ماتوا. ويا دوب اتخرجنا معانا دكتورة زميلتنا، كنا متخرجين دكاترة امتياز، وكانت طبيبة كده بنت مؤدبة محترمة كويسة، بس انا عيت طلع عندها سرطان في القولون على ما خلصنا الامتياز كانت ماتت. وهكذا كل واحد كده، وكل واحد بص حواليك في جيرانك وزمايلك ومعارفك في كل مراحل سنك تلاقي الموت شغال. فخلاص بقى ما تسوفش بقى، فوق لنفسك، ما تقولش بكره وبعده، طب لما اتخرج، طب لما اتجوز، طب لما ربي العيال، طب لما اجوز البنات، طب لما مش عارف اعمل ايه، كل شويه قاعد يأجل 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 لحد ما الموت يجي يضيعه. فما تأجلش. سنح في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملات، فيمده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة والأخذ في جميل الرجعة والتأهب لأسباب التوبة. فأول ذلك، أول حاجة بقى هجران إيه؟ إخوان السوء. يبقى أول ما تحب التوب غير الشلة، مش بتسميها أنت الشلة؟ غير الجروب، في النادي بيسموها الجروب، واخد بالك إزاي؟ غير المجموعة، غير الايه؟ الصاحب، غير الخليل اللي سماه النبي المرء على دين خليله. شفت كلام النبي جميل ازاي؟ ادويه، ادويه. فلينظر احدكم من يخالل، تملي كده تلاقي اي واحد في اعوجاج، حتى لما تروح عيادات الادمان اول علاج للمدمن لما يبقى راغب انه يتخف يقولوا له ايه الدكاتره؟ اقطع علاقتك بالشله اللي كنت عارفها له، دي اول حاجه لازم يقطع علاقته بيهم، يعني يمسكوا نوت التليفونات بتاعته ويقطعوها، واخد بالك؟ عشان فيها ارقام تليفونات قرناء السوء، دي اول حاجه. وياخدوا الموبايل بتاعه، ياخدوا الشريحه ويدوا له شريحه جديده علشان كمان ما يطلبوهوش، فهمت ازاي؟ دي اول خطوه بيعملوها، واخد بالك؟ علشان يعني بيعملوا علاج النبي اهو، علاج النبوي اللي هو يغير ايه؟ الشله الاول. شفت انت الراجل اللي قتل 99 نفسه وبعدين خلاهم 100 وراح للراجل الثاني العالم فقال له توب، بس بشرط تسيب القريه
اللي انت كنت عشت فيها وتروح تهاجر، يعني معناه غير قرناء السوق، معناها كده برضه. يبقى التوبة ما تنفعش الا ما تغير قرناء السوق، دي اول خطوة، والا هتعملها وهم بيزنوا عليك هتقع تاني، اشطر منك بيقع. مش تقول لي لا ده انا بقعد في النادي هم يسكروا وانا عمري ما اشربها. يا وانطجي يا وانطجي، تقعد تتفرج عليهم وهم يسكروا وتقول لي انا مش عارف ايه، فبطل اوانطه. لازم تغير قرناء السوق، خدت بالك؟ دي اول حاجه. شوف ربنا بيقول ايه، واتبع سبيل من اناب الي. شفت جمال القران حلو ازاي؟ يبقى ربنا بيقول لك اهو انك انت تصاحب اهل الصلاح، تصاحب اهل التقوى، لان التقوى والصلاح معدي والفساد والمعاصي معديه. اقعد مع واحد مبسوط تلاقي نفسك انبسطت، واحد منكت تلاقي نفسك اتنكت. ده حتى لما بيجيبوا بعض العيادات النفسيه للناس اللي عندهم اكتئاب، يجيبوا لهم تسجيل لاصوات ناس بتضحك ويقعدوهم كده علاج جماعي، كلهم قاعدين كده ايه، مغمومين مكتئبين غلابه، بيعيطوا من غير سبب، مقبوض من غير سبب، مريض، يشغلوا لهم الشريط اللي كله ضحك ده ويسيبوهم قاعدين ساعه يسمعوا، تبص تلاقيهم كلهم يسخسخوا بالضحك على ايه ما يعرفوش. فيبقى الضحك معدي. انت نفسك لما تدخل على ناس تلاقيهم بيضحكوا، تقعد الاول تضحك وبعد ما تضحك تقول لهم انتوا بتضحكوا على ايه؟ مش ده اللي بيحصل؟ معدي. كذلك الفساد معدي، كذلك كل خلق ذميم معدي، وكل خلق حميد معدي. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى يقول لي ايه، واتبع سبيل من اناب الي. يبقى انت اول حاجه اهو، دي اكبر دليل انك انت مصاحبه الصالحين معديه. طيب اما بتروح تزور الاولياء اللي ميتين، روح كده زور الاولياء الميتين، الاولياء دول الصالحين دول ما زالت ارواحهم تهفو حوالين قبورهم، تجد كل الناس قاعده حوالين القبر الشريف ده بتاع الولي، قاعدين يعملوا ايه؟ قاعدين بيقروا قران، او قاعدين ساكتين، او قاعدين حتى نايمين، ما هو نوم الظالم عباده، اهو نايم احسن، او واحد بيسبح، او واحد بيصلي، يبقى اتعدى بالصلاح، صح؟ لانه اتبع سبيل من اناب الى الله. فاول ما قعد معاهم وهم حتى في برزخهم، حتى هم في برزخهم، فما بالك اما يكونوا بقى ايه كمان لسه احياء، بتقدر تكلمهم ويردوا عليك، تستفيد بيهم اكتر. يبقى الاستفاده مستمره حتى بعد وفاتهم، ومشاهده بالعين لا ينكرها الا اوانطجي مجادل. يعني احنا طول عمرنا بنزور الاولياء، عمرنا ما رحنا دخلنا زورنا ولي ولقينا واحد مثلا فاتح مجله الشبكه او الموعد، او قاعد جايب شريط فيديو خارج قاعد يتفرج عليه، او جايب روايه قبيحه بيقراها من روايات الكلام الفارغ دي، ابدا. عمر حد فيكم شاف المنظر ده؟ لكن روح النادي تلاقي واعي الناس كده، تروح على القهوه تلاقي كده. ليه؟ لانه نفس وجود روح الولي الصالح دي معديه للناس، تدفعهم للصلاح كده، لان معدي، الصلاح معدي. واتبع سبيل من اناب الي، ادي اكبر ايه دليل على ايه، على الحث على متابعه الصالحين بالامر اهو. واتبع، والامر للوجوب يا سيدي، الامر للوجوب. يبقى اول حاجه في التوبه نترك الجروب، الشله، المجموعه، الاونطاجيه. اي واحد لو غير الشله دي تلاقي هينصلح حاله على طول في اي حاجه. يبقى هجران اخوان السوق اول حاجه، فانهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحه هذا العزم. انظر الى حد الزاني البكر. حد الزاني البكر ايه؟ يجلد 100 وينفى ايه؟ عام، يغرب عام. يعني ايه يغرب عام؟ افهم، عشان يبعد عن ايه، اذا كان شاب يبعد عن الست اللي خيلاه، يقوم ما يقعش في الزنا تاني، واذا كانت شابه تبعد عن الراجل اللي خيلها، تقوم ما تقعش في الزنا تاني. شفت الجمال؟ يبقى يغرب عام يعني ايه؟ يعني يبعد عن قرناء السوق، يعني يعزل. يعني حتى لو راجل محترم كده ومتجوز وبتاع، وشاف ان هو اصيب بانه حب واحده، ما هو الحب ده اصله ايه؟ مرض، يسموه عشق الناس بتوع التلفزيون، مرض، اصيب بهذا المرض، والست دي متجوزه ولا سبيل له ان يتزوجها، يعمل ايه؟ يعزل من الحي على طول. هتبص تلاقيه يخف، يخف على طول، يخف من العشق ده، ودي مجربه. خلاص هي ساكنه في الحته اللي قدامه دي، فهيشوفها كل يوم،
وهو مالوش سبيل معاها، دي متجوزه وعندها عيال، هيعمل فيها ايه دي؟ هيعمل فيها ايه؟ يخربها على بيتها وجوزها وعيالها؟ او هي مثلا تعلق قلبها برجل وهذا وهي متزوجه غصب عنها، تعمل ايه؟ تغير البيت بتاع، تنقل بلد تانية على طول علشان ما تخيلش نفسك. كل الحاجات دي علاج ناجع عشان ما تقعش في المعاصي. فشفت انت بقى حكمة الشرع الشريف في البكر الزاني، يقول لك تغريب عام. تغريب عام ايه؟ يعني يغير الشلة، يغير الشلة اللي هي قاعدة كل يوم بتتصل بيه وتدفعه الى فعل الفاحشة. فهمت المسألة؟ لانه ما هيتغرب سنة، يعني ايه؟ معنى بعد عام ما يعرفش يجي تاني، بعد سنة بقى حلني، هيكونوا نسيوه كل واحد راح لحاله. ادي المسألة. فشفت الشرع الشريف يريد انه يأخذ بيدك الى الله في كل لحظة حتى وانت في عز معاصيك. ادي معنى هجران اخوان السوء، فانهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم. يقولوا له يا عم نيالك يا عم، طب خدنا على جناحك. ايه بقى يعني انت خلاص اللي عرفت ربنا واحنا اللي ما نعرفش ربنا؟ يا عم خد نفس يا عم وروق، واخد بالك، ويرجعوه تاني للي كان فيه. مش ده اللي بيحصل؟ ولا يتم ذلك الا، ولا يتم بقى ليه ذلك بعد هجران اخوان السوء. مش هيتم ليه بقى المصارعة للتوبة بعد كده؟ الحاجات دي كلها مهمة، اسلوب عملي لكل انسان يقلع عن المعاصي اللي هو فيها. يعني احنا بدأنا في الكتاب الاصلي بقى، الرسالة القشيرية كل اللي فات ده كان مقدمة. بدأنا بقى في طريقة العمل. عارف احنا لما تجيب كتاب أبلة نظيرة في طريقة الطبخ لسه بتقراه، لكن انت دلوقتي خلاص جبت الحاجة وهتحطها على البوتاجاز وقربت تاكل بقى. قربت بتعد الطعام دلوقتي. انت دلوقتي بتعد طعام الايه؟ اللي هو غذاء القلب عشان تصل الى الله. فيبقى كل درس تحضره كل واحد أدرى بطريقته وبمعصيته وبتقصيره ياخد من الأدوية دي اللي يناسبه. ما يدعيش يقول لك أصل أنا ماليش شيخ. مالكش شيخ إيه؟ مالي واعظ الله في قلب كل مسلم. شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله بيربي أمته وهو لسه في قبره صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض الأولياء بتربي وهي في البرزخ، يبقى النبي مش هيربي وهو في البرزخ؟ يا أونطجي، تقول لي مش لاقي الشيخ؟ سارع إلى الله بالتوبة. فهمت؟ وتعالج نفسك بنفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المشاهدة التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دعاويه وتوفر دواعيه. المشاهدة أو المشاهد. المشاهدة يعني مشاهدة، إما مشاهدة أهل الذكر والصلاح، أو المشاهدة بمعنى العلم. العلم بأهمية التوبة، والعلم بقدر الله عز وجل وبجلال الله عز وجل وبعظمة الله، وبمشاهدة ضعفي أنه لا يتحمل النار ولا يتحمل العذاب. العجيب أن الناس دي فيها تناقض عجيب. الناس اللي احنا منهم، يعني احنا مش بنتكلم من كوكب، ما احنا منهم برضو، كلام موجه ليا قبلكم. ان الانسان لو جاله مرض ولا مغص وراح لدكتور مسيحي ولا يهودي حتى، لكن مشهود له بالكفاءة في مهنته، يوم يقول له اوعى تشرب مية ساعة، ويبقى في عز الحر، لحسن المية الساعة دي هتزود مرضك وممكن تموتك. يرجع يشرب مية سخنة في عز الحر مع انه مشتاق للمية الساعة. ليه؟ خايف لحسن مرضه يزيد، لانه صدق الطبيب اللي هو اصلا ساقط العدالة، وخايف على ان مرضه الدنيوي يزيد اللي هو في بدن اللي هو اصلا حيزول بخروج الروح. انظر بقى لتناقضه مع نفسه. والطبيب ده ما جابش معجزة ولا حاجة، ده اونطاج كافر. يعني حتى لو كان ينفع، كان ينفع نفسه قبل ما ينفع غيره. انظر بقى اليك انت وانت مريض، لانك انت قلبك مريض لانه محجوب عن الوصول الى الله. وجاءك النبي ومعه المعجزة وهو صادق، وبيقول لك النصيحة اللي هي تمنع هلاكك الاصلي، الهلاك اللي هيستمر مش الهلاك اللي هيبقى مؤقت. وبالرغم من كده تصدق الطبيب الكافر علشان تمتنع عن الهلاك المؤقت، وما تصدقش النبي عملا حتى تمتنع عن الهلاك المستمر.
شفت قد ايه بقى المصيبه اللي الناس واقعه فيها؟ كل الناس عارفه الزنا حرام، واخد بالك ازاي؟ مش كده برضو؟ عارفين ان الزنا حرام، بيقع في الزنا، بيقع في الزنا. طب ما النبي قال لك ده الزنا حرام، ده عرضت عليه النار وشاف الزناه ازاي بيتعذبوا فيها، وربنا جعل ليه حد. طب بتقع عليه في الزنا، مش مصدق النبي؟ يقول لك مصدق. طب اهو اضطجي، لو انت مصدقه كنت عملت زي، لو الدكتور جه قال لك خد بالك اللي بتزني معاها دي عندها الايدز، وانت كده هيجي لك الايدز، والايدز ده هيموتك بعد 15 سنه، بذمتك بقى يقرب لها تاني؟ يقرب لها تاني؟ خايف على جسده اللي هيدخل في حياتك، تاكله الدود، ومش خايف من النيران، وصدق الطبيب وما صدقش النبي. شفت مجرم قد ايه الجدع ده؟ شفت مجرم قد ايه؟ تيجي نقوم نضربه بقى؟ تيجي نضربه بقى؟ طب بص في المرايه واضرب نفسك. لو انت عايز تضربه صحيح، بص بقى في المرايه واضرب نفسك. لان كم من اوامر للنبي امرك بها وادالك امارات وشخص علاجك ولم تسارع له، في حين انك انت مجرد تروح للدكتور وما طلبش منك اجر، تروح للدكتور يطلب منك فلوس وبالحجز ويقعدك في الصلاه تستناه، وبعدين يدخل يتقلط عليك ويكتب لك دواء تنزل تجيبه من دم قلبك، وبعدين بعد كده تصدق كلامه، ما تاكلش بملح حاضر، ما تاكلش حاضر، كله حاضر. طب ما تقول حاضر للنبي مره. ده النبي جاء بالمعجزه وهو اعلم بمرضك من هذا الطبيب. شفت بقى تناقضات الناس في الاسلوب؟ كانهم مصدقين الطبيب اكتر ما مصدقين النبي، في حين ان هم طول النهار يقولوا اشهد ان لا اله الا الله، وايديهم كده شنجت كده، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. طب فين العمل بقى؟ فين العمل والتصديق بقى؟ فين السلوك بقى؟ فهمت ازاي؟ شفت بقى المصيبه اللي الناس واقعه فيها، التناقض. ادي معنى المواظبه على المشاهده، ان انا اشاهد كده اشوف حالي مع النصيحه المتعلقه بامور الدنيا ازاي انا حريص عليها، وحالي مع النصيحه المتعلقه بامور الاخره ازاي انا مقصر فيها، وحالي مع اهل النصح واهل الخبره في الدنيا كيف اصدقهم فانفذ تعليماتهم دون السؤال عن الدليل، ثم بعد ذلك حالي مع نصيحه اهل الاخره ولا انفذها الا لما اسالهم عن الدليل. شفت قد ايه انا غلس؟ شفت قد ايه انا مقصر؟ افهم بقى الفرق. طب روح للدكتور كده واقول له ايه الدليل ان الروشتة دي هتشفيني؟ هياخدها منك ويقطعها، يقول لك روح يلا خد فلوسك يلا روح. تقول له حقك عليا، طب اكتبها لي تاني، ارجوك ارجوك اكتبها لي تاني، صح ولا لا؟ وخد الفلوس وتتحايل عليه عشان ياخد الفلوس ويكتبها لك تاني. اهو النبي كتب لك العلاج ومن غير ما ياخد منك اجر ولا شكر، وجاء بالمعجزه علشان يبين لك انه صادق، والطبيب لا جاب معجزه ولا بيحزنوه. ده داخل بالسيجاره، اكبر دليل انه جاهل. جاهل بعلمه، جاهل في علمه. وبالرغم من كده بتصدقه. يا شفت بقى المشاهده ازاي بقى؟ انك انت لما تشاهد هذا الحال، حالك في امور الدنيا ازاي؟ وحالك في امور الاخره بيبقى شكلك ايه فيها؟ تقوم تحط ده قدام ده، تقوم تقدم الاخره على الدنيا، تقوم ده يبقى دافع قوي بعد تركك قرناء السوء انك انت تصدق كلام النبي. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فتزيد رغبة في التوبة وتوفر دواعيه على اتمام ما عزم عليه مما يقوي خوفه ورجائه، فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الاصرار على ما هو عليه من قبيح الافعال. على طول بقى يبطل اصرار بقى، فيقف عن تعاطي المحظورات ويكبح لجام نفسه عن متابعة الشهوات، فيفارق الذل في الحال ويبرم العزيمة على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال. خلاص يمسك كده، أول ما يخش للدكتور يقول له بقول لك إيه، عارف السيجارة اللي في إيدك دي؟ لو استمريت عليه قلبك ده هيقف عندك ذبحة. يقول شوف يا دكتور أهي، مش هدخلها تاني بيتي، روح مقطعها على طول. لا قال له إيه الدليل، ولا قال له فين المعجزة عشان أصدقك، ولا قال له حاجة، في الحال. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قايل لك من قبليه، قايل لك من قبليه او انطجي، قايل لك من قبليه ان دي ريحته خبيثه وانه مضر او انطجي. تقوم تصدق الطبيب وما تصدقش النبي. تقوم انت لما تلاقي نفسك في هذا التناقض تستحي بقى، تستحي من الله وتستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه بقى النبي ما بيجيلكش في المنام خصمك؟
عشان بتقدم كلام أهل الخبرة على كلامي، وبتقدم نصح غيره على نصحي. فهمت ليه مخصمك بقى النبي؟ مع أنه مخصمك هو بيحبك برضه، بيدعي لك برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فهو مش مخصمك إلا لأنك أنت اللي خصمته. فهمت المسألة؟ كل المعاني دي لما تستحضرها في قلبك تلاقي نفسك عندك نوع من الحياء، انك انت تستمر على ما انت عليه من تقصير، وحياء انك انت تعود لما كنت فيه، فتتولد عندك الندم والعزم والاقلاع في الحال. ادي معاني التوبة. لازم تبقى ليها معاني قلبية الاولانية قبل ما تبقى في الحس. فان مضى على موجب قصده ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق صدقا. يبقى التوفيق بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بعد بين لك المعاني دي كلها تستمر بقى، توكل على الله بقى، خلاص ما تلتفتش. عرفت طريقك بتلتفت ليه؟ اللي بيتلفت حرامي، يا اما عقله فيه شويه متملك، ده اللي بيتلفت يا حرامي خايف البوليس يجي يقبض عليه، سارق سرقه، يا اما مش عارف طريقه، يا اما في عقله خلل. فانت بتتلفت ليه؟ اختار، انت حرامي ولا في عقلك خلل اهبل، ولا مش عارف طريقك وبتدعي انك عرفت الطريق؟ يبقى معناته خلاص بقى قصدت عزمك، خلاص ما تلتفتش عشان توصل. العمر اقصر من المشوار اللي قدامك، والعقبات كتيرة، فالحق نفسك قبلك سبقك ناس كتير، امتى تحصلهم؟ وان كان ليس الطريق لمن سبق ان الطريق لمن صدق، هي دي المسألة. وإن نقض التوبة مرة أو مرات وتحمله إرادته على تجديدها، فقد يكون مثل هذا أيضا كثيرا. وكثير من الناس يقع تاني يقوم يتوب تاني، يحدث توبة، ما يجراش حاجة، لا يمل الله حتى تمله، لا يمل الله حتى تمله، توب على طول، ما تيأس، توب إلى الله واسأل من الله التوفيق والسداد والتيسير، وشوف ليه أنت رجعت تاني. أكيد ما غيرتش الشلة السوء، أكيد لسه أنت ما تعلمتش العلم اللي يخليك تعرف جلال الله قد إيه تقوم تمتنع، لسه جاهل بنفسك وبضعفك البشري، مغرور بقوتك، مغرور بعمرك، مغرور بشبابك. يبقى شوف أنت إيه السبب اللي وقعت تاني، عالجه بقى. وطد علاقتك بالصالحين أكثر من زيارة القبور علشان تتذكر الموت، أكثر من زيارة أهل الله، أكثر من المكث في المساجد، وإن كانت شهوة متعلقة بالفرج فأكثر من الصيام وغض البصر، وإن كانت شهوة متعلقة بجمع المال فأكثر من الصدقات، وإن كانت شهوة متعلقة بحب النساء فأكثر من غض الطرف وهكذا، وإن كانت شهوة متعلقة بحب الظهور وحب الانتصار فأكثر من الأعمال التي هي في الخفية كقيام الليل والصيام وغير ذلك. يبقى كل حاجة تبتدي تقوم، شوف أمورك إيه، أنت أدرى بعيوبك إيه، وتراجع نفسك كل ما تقع تاني. أنا وقعت تاني ليه؟ لازم في سبب تاني. وإن نقض التوبة مرة أو لأنك لما بتعيا بتروح للدكتور كل ما بتعيا بتروح للدكتور، مش كده برضه؟ كل ما بتعيا ولا بتيجي مرة بقى بتقول لا أنا اتكسفت من الدكتور ده، أنا كنت عنده السنة اللي فاتت وأنا كل ما أعيا أروح له، هيقول عليا إيه بس؟ مش هيقول عليك حاجة، ما خلاص ما كل الناس بتعيا والمرة كذلك. المعاصي كده، الإنسان كده، هيقع في المعصية تاني وبعدين يرجع تاني لربه، هيستحي من ربه إزاي؟ ما أصل لو ما رحتلوش هتروح لمين؟ هتروح لمين وتقول يمين؟ ما هو مفيش غيره، فهمت ازاي؟ فأين تذهبون؟ والعجيب ان هو لا يمل منك حتى تمل انت اولا، وان ربنا سبحانه وتعالى برضه في كل لحظة عارف انك انت هتعصى وتعمل، يوم برضه ايه يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حاجة يعني نعمة ورحمة، وفتح لك المساجد من غير تذاكر دخول. دفعت انت تذكرة دخول وانت داخل؟ طب روح كده اي ملهى ولا اي جنينه ولا حتى اسمها ايه دي بارك، اسمها ايه بارك؟ دريم بارك، هتدفع رسم دخول صح؟ عشان يلهوك جوه، هتدفع فلوس من جيبك عشان تتلهي على عينك، واخد بالك؟ يعني بتدفع عشان تتلهي، حتى يسموها ملاهي، واخد بالك؟ لكن شوف بقى الاماكن الذكر واماكن اليقظه ما فيهاش تذاكر، شوف قد ايه ربنا اقام عليك الحجه ببلاش.
ده انت لو قعدت على قهوه بلدي قعدت شويه يقول لك اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد، صح ولا لا؟ قهوه. لكن تعالى في الجامع حد قال لك انت قاعد هنا بقالك ساعتين كفايه عليك كده يلا روح، يا اما تدفع 10 جنيه حد قالها؟ فشفت بقى ربنا رحمته واسعه ازاي، فاتح ابوابه لكل الناس في كل لحظه. دي رحمات واقامه يعني للحجه على العباد. وان نقض التوبه مره او مرات وتحمله ارادته على تجديدها فقد يكون مثل هذا ايضا كثيرا، فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبه امثال هؤلاء، فان لكل اجل كتابا. يعني لكل اجل كتاب، يعني اجل التوبه النصوح لسه ما جاش، اصبر اصبر ما تيأس، توب تاني يا رب توبه نصوحه، حرمت مش هعمل كده تاني. بعد لحظه وقعت يا رب حرمت، خلصت من ضعف نفسي ارحمني، توب عليا لاتوب، وتدعي تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيزيقك ذل المعصية علشان توصل لمرحلة تكرهها ما تقرب لهاش تاني. يبقى المعاصي دي كلها عشان يقربك ليها، لان انت اصلا ما بتجيش الا بالضرب على القفا، فهو بالضبط المعصية دي ضرب على القفا عشان تفوق، ما في ناس ما تجيش الا على قفاه، واخد بالك؟ او على دماغه، او لازم يتكسر علشان يعرف ان الله حق طبيعتهم. في ناس كده، في ناس تدخل الجنة في سلاسل سلاسل الابتلاء، وفي ناس بتدخل الجنه وهم بالعافيه. يبقى الناس انواع، فانت انت عايز تدخل الجنه ولا لا؟ ادخل الجنه، ما تفرقش بقى بسلاسل مش عارف، يا رب بس دخلنا الجنه وندخل. يعني ما تيأس، المقصد انك انت ما تيأس من ربك. لا ييأس من رحمه الله الا القوم الكافرون. حكي عن ابي سليمان الداراني انه قال: اختلفت الى مجلس قاص، يعني واعظ، يعني راجل واعظ قاعد كده بيوعظ الناس، فدخل عليه سيدنا ابي سليمان الدراني وكان لسه شباب، فاثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبقى في قلبي منه شيء، نسي كلام تاني. يعني هو قاعد سمع الكلام قال ايه الحاجه، انا عايز ابقى كده، عايز ابقى حاجه حلوه كده، وبمجرد انه خرج نسي كل حاجه ورجع لدنياته العاديه تاني. فعدت ثانيا فراح رحله تاني، فبقي اثر كلامه في قلبي يدوب حتى رجعت الى منزلي، يدوب يعني فضل معايا اثر لحد بس ما وصل بيته، وبعد كده رجع تاني. حتى رجعت الى منزلي فكسرت الات المخالفات ولزمت الطريق، فتاب. فحكى هذه الحكايه ليحيى ابن معاذ، كاتبينها لحيي، هي ليحيى مش كده برضه؟ انت عندك لحيي؟ انا عندي ايه؟ لا صلحها ليحيى. انا عندي لحيي. ليحيى، ما هو سيدنا يحيى بن معاذ ده معروف. فقال: عصفورا اصطاد كركيا. يعني قال القص ده الواعظ ده مقامه زي العصفور، يعني من حيث العباده بالنسبه لسيدنا ابي سليمان الدراني بقى والي كبير، يقول العصفور ده اصطاد نسر كبير. فهمت ازاي؟ يعني عصفورا، يعني ممكن الانسان يتوب على يد انسان اخر ثم التائب هذا يفوق من تاب على يديه. شوف الى هذه الدرجه ليه؟ لان الحكايه كلها هو فضل الله الاول، سوابق الهمم لا تخرق اسوار القدر، افهم. يعني من قدر الله ان ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا عمر بن الخطاب مش اسلم على ايد اخته؟ طب ومقام سيدنا عمر ايه بالنسبه لاخته؟ حاجه تانية مش كده برضه؟ كتير. وسيدنا عثمان بن عفان مش اسلم على ايد سيدنا ابي بكر الصديق؟ سيدنا ابو بكر الصديق اعلى. يبقى كله متفاوت، يعني ممكن الانسان يتوب على يد من هو فوقه، وممكن يتوب على يد من هو دونه، والعبره بالايه؟ بالاقدار الاولى، بترتيب ربك الاول. مرتبها ازاي سبحانه وتعالى؟ واجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت ما تفهمش الخير جاي لك من ناحية مين، ما تستهونش بواحد دونك في العلم، قد يكون الذي دونك في العلم هو سبب لوصولك لإيه؟ لدرجتك عند الله. ويحكى عن أبي حفص الحداد أنه قال: تركت العمل كذا وكذا مرة فعدت إليه، ثم تركني العمل فلم أعد بعد إليه. يعني تركت العمل في الدنيا انشغالا عن ربي
بنفسي بشهوة نفسي حتى أتفرغ لربي، فعدت إليه لأنه تركه بنفسه لا بالله. مش كده برضو؟ إذا أخرجت نفسك مما أقامك الله فيه وكلك لنفسك، وإذا أخرجك الله أعانك. مش كده برضو؟ فبيقول تركت العمل، يعني تركت نسب الترك لنفسه كذا وكذا مرة فعدت إليه، لأن النفس على طول راح جاية يرجع تاني. ثم تركني العمل، يعني بالله بقى لما حط ايده على الحديد المحمي في النار، ما احنا قرينا قصته زمان واخد بالك، فشافوا لانه كان حداد، فحط ايده في الحديد اللي في النار وهو ايه منشغل بذكره لربي وهو في عمله، من شدة انشغاله حط ايده في النار فلم يشعر بالنار، فشافوا الجدع الايه الصبي اللي معاه بليا اللي بيساعد، فقال له ايه ده ايه ده عملت ايه كده؟ فلما افاق مما هو فيه شاف كده خاف من الشهرة حتى لا يشتهر، فترك العمل بقى، اعتبرها دي علامة من الله انه يترك العمل. فما عدا فلم اعد بعد اليه. وقيل ان ابا عمرو بن نجيد في ابتداء امره اختلفت الى مجلس ابي عثمان، انا مكتوب عندي اختلف، اختلف طبعا. ايه النسخة بتاعتك يعني حلوة؟ طيب العروسي فيها اخطاء مطبعيه عندنا. اختلف الى مجلس ابي عثمان اللي هو سعيد بن سلام الحراني، فاثرت في قلبه كلامه فتاب. سيدنا ابو عمرو بن نجيد راح لسيدنا ابي عثمان وكان شيخ كبير مربي، فاول ما حضر عنده في المجلس كده اثر الكلام في قلبه فتاب بعد كده. ثم انه وقعت له فترة يعني رجع تاني، رجعت ريمة لعادتها القديم. فلما رجع تاني لاسلوب حياته المعتاد قبل ما يتوب، فكان يهرب من ابي عثمان اذا رأى مكسوف منه، لانه كل ما بيشوفه يفتكر حاله انه تاب ورجع تاني فيتكسف منه، كل ما يشوفه ماشي في حتة يهرب منه ويتأخر عن مجلسه. فاستقبله ابو عثمان يوما، فسيدنا ابو عثمان ماشي كده وده جاي كده، فلأبي هيجري كده يمشي بعد بيه، فحاد ابو عمرو عن طريقه وسلك طريقا اخر فتبعه ابو عثمان، فما زال به يقف اثره حتى لحقه. فضل ماشي ورا الشيخ وقال اما اشوف ايه الجدع ده ايه. فقال له يا بني لا تصحب من لا يحبك الا معصوما، انما ينفعك ابو عثمان في مثل هذه الحاله. قال له انا انفعك في الحاله اللي انت فيها دي، لا تصحب من لا يحبك الا معصوما، انت من اهل المعاصي يبقى انت لازم تصحبني، انا عارف انك انت من اهل المعاصي ما يجراش حاجه، جدد التوبه تبقى كويس، لان هو ايه ربنا اداله مفتاح لايه لدواء القلوب. لا تصحب من لا يحبك الا معصوما، انما ينفعك ابو عثمان في مثل هذه الحاله. فتاب ابو عمرو بن نجيد وعاد الى الاراده ونفذ فيها، اراده التوبه يعني، ونفذ فيها اي استمر فيها. سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول تاب بعض المريدين ثم وقعت له فترة يعني رجع تاني، فكان يفكر وقتا لو عاد إلى توبته كيف حكمه، قاعد بيقول يعني لو تبت تاني ينفع تاني ولا إيه الحكاية، ولو بعدين أجي أتوب تاني وبعدين أرجع تاني هي لعبة بقى، وقاعد بقى بيكلم نفسه يعني. فهتف به هاتف يا فلان أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فعاد الفتى إلى الإرادة ونفذ فيها. ده هاتف القلب على فكرة، سمع الهاتف ده من قلبه، ده دليل رقة قلب، هاتف من جواه لا يسمعه بأذني بل يسمعه بكله، لا يسمعه بحرف ولا صوت بل يسمعه بلا حرف ولا صوت، أوضح ما يكون الحرف والصوت بحيث يستولي عليه. آدي المعنى. فعاد الفتى إلى الإرادة ونفذ فيها. فإذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار وعزم على ألا يعود إلى مثله، فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم، فيتأسف على ما عمله، ويأخذ في التحسر على ما صنعه من أحواله وارتكبه من قبيح أعماله، فتتم توبته وتصدق مجاهدته، واستبدل بمخالطته العزلة. يبقى أول ما الواحد بقى يتوب ويصدق في توبته
ويبتدي يذوق حلاوة التوبة والقرب من الله، فليه بعد ما كان يحب يقعد مع الناس يأنس بيهم يحب يخلو إلى نفسه؟ عشان وراء أوراد وراء الذكر وراء حاسس بقى بالأنس بالله. كان الأول أنسه بالخلق، لكن الوقت بقى أنسه بالله، يحب قوي يمشي لوحده، يحب يبقى قاعد لوحده، يحب لكن لو جت الناس ما يهربش منها ولا حاجة، لكن لو خير يختار العزلة. واستبدل بمخالطته العزلة، يبقى يبتدي بقى ايه يأنس بالله اكثر من انسه بالناس. دي ثمرة التوبة بقى، ابتدت التوبة بقى تدي ثمارها، فهمت؟ وبصحبته مع اخوان السوء التوحش عنه، بعد كده يكره يقعد مع الجماعة الشلة بتوع القهوة وبتوع النادي اللي كانوا قاعدين طول النهار يتكلموا على البنات ويتكلموا على الستات ويتكلموا على الاسعار ويتكلموا على الدنيا ويتكلموا على الدولار بقى بكام والحرب بقت ايه والدنيا بقت ايه وقريت الخبر الفلاني بقى، كل الحاجات دي تضايقه، ما تشغلوش. اتكلموا على الكوره وشفت امبارح الماتش ايه ومين اللي جاب الجون وشوف مش عارف ايه، الكلام ده كله بقى ما بقاش بقى ايه يعني، بعد ما كان زمان يشارك فيه وهو سعيد اصبح الحاجات دي يستوحش منه فيهرب منهم بقى، يجالس ناس تانيين مواضيع كلامهم في مواضيع تانية. وبصحبتي مع اخوان السوء التوحش عنهم، يعني يستوحش منهم. والخلوة دونهم ويصل ليله بنهاره في التلهف. التلهف يعني ايه؟ يعني التحسر على ما فاته، لان يحس بقى ده فلان ده سبقني بكتير قوي، ده اصغر مني وسبقني بكتير، ده حفظ القرآن كله وانا مش حافظ الا ربعه، حتى اللي حافظه نسيه، ده قرا صحيح البخاري كله وانا ما قريتش منه الا ثلاث احاديث، ده عرف فقه الشافعية كله وانا ما عرفتش حاجة حتى على اي مذهب، ده ايه ده؟ ده اصغر مني بعشر سنين، ده سبقني بعشر سنين، ده انا علشان ابقى زيه عايز لي قدامي عشر سنين على ما ابقى زيه وهو اصغر مني كمان بعشر سنين، يبقى هو سبقني بعشرين سنة، يا خبر ابيض، وبعد عشرين سنة هلاقيه هو كمان، ده ايه ده؟ الحق نفسك، الحق نفسك، زي ما تشوف زميلك اللي كان معاك في الكلية، واخد بالك ازاي؟ انت لسه في سنة رابعة ما خدتش البكالوريوس وهو مخلص الدكتوراه، واخد بالك؟ شوف قد ايه تندم بعد ما كنتوا بتذاكروا مع بعض وبتتمشوا مع بعض، وهو استاذك اللي بيدرس لك وانت لسه قاعد كانك اشتريت الكرسي اللي في المدرج ده بقى ملكك، وعملت اشهار في الشهر العقاري ان ده ملكك، خلاص بقى هتقعد بقى قاعد كده على طول، فقت بقى لنفسك، فاهم؟ ويعتنق في عموم احواله بصدق التاسف، يمحو بصوب عبرته آثار عسرته، يعني كأنه بيغسل بدموعه أثر ذنوبه، دموع الندم بقى، يمحو بصوب عبرته يعني بنزول دموعه، دموع الندم يعني، آثار عسرته اللي هي أثر وقوعي في المعاصي، ويأسو بحسن توبته يعني يعالج بحسن توبته كلوم حوبته يعني جراح معاصيه. شفت التعبيرات الجميلة ازاي؟ حاجة جميلة. كلوم يعني ايه؟ جاية من كلم، والكلم اللي هو الجرح يعني. ويعرف من بين امثاله بذبوله، تلاقي قاعد في وسط الناس كده زابل، يعني ايه؟ مش منتعش معاهم. اذا ذكر الله انتعش، واذا ذكرت الدنيا زبل. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. ويستدل صحة حاله، ويستدل صحة حاله بنحوله. بنحوله يعني تلاقيه بقى خلاص يقل اكله ويقل نهمه ويقل طلباته في الدنيا، بعد ما كان ما بيكفهوش تلات اربع وجبات بقت هي لقمة تكفيه وخلاص. ده حتى قالوا لما الواحد بيحب، واخد بالك، يقول لك عش العصفورة يكفينا، واخد بالك ازاي؟ مش في الحب العادي بتاع الدنيا ده، وان كانوا اوانطجية يعني، وقت الجد بيتطلقوا برضه، واخد بالك ازاي؟ في وقت الجد يعني الانسان لما يغلب حب الله عليه تلاقي اللقمة الصغيرة تكفيه، يقول الحمد لله عليه ولا كبيرة، واخد بالك ازاي؟ يعني القليل كبير. وعشان كده حتى في الدنيا لما تكون بتحب انسان تلاقي الحاجة حتى لما يعملها لك حتى الاسية منه تلاقيها حلوة، يقول لك ده ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. وعشان كده الاولياء يجدوا ان بلاء الله يستطعموه، لانه جاي من الحبيب. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. لكن انت فاهم ان الحبيب ده هو الكلام بتاع الافلام بس، لا، ده ليه معنى تاني عالي، واخد بالك؟ افهمه انت بالمعنى التاني.
ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغي من إرضاء خصومه، اللي هو الشرط الرابع قلنا لو كانت المعصية المعاصي بتاعته اللي تاب منها متعلقة بحقوق الآدميين لازم يرضي خصومه والخروج عما لازمه من مظالمه. شوف يا أخي أنت كم واحد نكدت عليه وكم واحد قلت له كلمة وحشة وكم واحد استهزأت بيه وكم واحد بصيت له بصة ما تلقش وكم واحد قال لك صباح الخير رديت عليه بطريقة دمها تقيل وكم واحد سألك المساعدة وكنت تقدر تساعده وكسلت وكم واحد انت جبت سيرته في غيبته وما كانش يليق انك انت تقول سيرته وكم واحد تصورت نفسك انت احسن منه وهو يمكن عند الله احسن منك، كل دي معاصي انت عملتها وذنوب بلاوي. فشوف كل دول لازم بقى ايه؟ لازم تستحل كل دول. يا دي المصيبة، ده انت عندك، ده انت هتجيب دليل التليفونات تقرأ اسماء كل الناس دي اللي بدليل التليفونات دي كلها اللي هو قد كده ده، وتروح تطلب واحد واحد وتستحله. دي شغلانة كبيرة، دي عملية صعبة. وعلشان كده اتقي الله بقى فيما هو آت. وقف بقى سيل المخالفات. لاحسن المخالفات دي شغلانة كبيرة بقى. ما تفتكرش يعني المعاصي انك انت ده انت بس لو واحد لم تقابله بوجه طلق وقابلته عابس كده فعبوسك ده اثر في قلبه قبضه. يا ده عند الله كبيره قوي دي، معصيه كبيره قوي. وعشان كده شوف الرسول كان لا يخفي بشره عن احد. شفت النبي بقى؟ في حين ان النبي يقول لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فكان اذا خلى نفسه متواصل الاحزان. اذا خلى بنفسه متواصل الاحزان، واذا التقى بالناس لا يخفي بشره عن احد. شفت؟ علشان ما يقبضش قلوب الناس، ما يخوفهمش وما يزعلهمش ما يزعجهمش. واخد بالك؟ من الخصال الموجبة للجنة ادخال السرور على قلب المسلم، وكذلك من الخصال الموجبة للنار ادخال الحزن على قلب المسلم. نكدت على كم واحد؟ ده انت بتدخل بيتك يقولوا النكد وصل. ليه كده؟ كل يوم بتدخل بيتك وكل يوم يقولوا النكد وصل، انت وعيالك وجيرانك. ليه كده يا اخي؟ انت شراني ليه؟ توب الى الله، توب الى الله واستسمحهم لحد ما تدخل بيتك يقولوا اهلا مرحبا، السعاده جت عشان ربنا يقبل توبتك، لان انت بقيت خميره عكننه ونكد في المنطقه كلها. خدت بالك ازاي؟ فحرام بينك وبين زملائك في عملك. واخد بالك؟ قالب ده في ده وفاتن ده في ده ونقي الكلام ده على ده وعامل ليه كده يا اخي؟ ليه كده؟ ده انت يمكن السبب بتاع الزلزال اللي حصل بجنوب شرق اسيا. انا هقولهم عليك يقبضوا عليه. انت السبب كده بسبب المعاصي وبسبب الذنوب. ما هو كل الحاجات دي بسبب المعاصي والذنوب. والعجيبه ان المناطق اللي حصل فيها الزلزال العجيب ده والفيضان العجيب دي مناطق سياحيه كبيره جدا. وربنا جمع فيها كل اهل الفجر في وقت الكريسماس. كله مسافر علشان بقى يحتفلوا بالكريسماس هناك. شوف ربك. انا مش بقولك احنا بنتشفى بالناس ابدا، احنا عارفين ان ربنا قاهر فوق عباده، لكن احنا عايزين نتعظ من حاجه زي دي. يعني شوف المعاصي ان لم تنكر ياتي عذاب يشمل الناس جميعا صالحهم وطالحهم. اكيد في وسط الناس اللي ماتوا دي كتير حفاظ قران، اكيد في وسط الناس دي كلها ناس صالحين طيبين دينين، لكن لو كان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما اتى عذاب جماعي. خد بالك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده صمام منع العذاب الجماعي ولا يمنع العذاب الانفرادي، لكن يمنع العذاب الجماعي اللي هي الجوائح. مش الرسول بيقول لا تؤمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشكن ان ينزلن عذاب يعني يشمل الناس جميعا صالحهم وطالحهم؟ مش كده برضو؟ البلاد دي كانت وان كانت بلاد اسلاميه، كثير منها بلاد اسلاميه، الا ان انتشر فيها السياحه والفجر والعهر وشرب الخمور والقمار والتنصر والتنصير والدخول في غير الاسلام. كل البلاوي دي كانت حاصله. واخد بالك ازاي؟ على مدى 40 سنه. شوف ربنا سايبهم 40 سنه، وقبل ال 40 سنه ما نعرفش كانوا بيعملوا ايه برضه. واخد بالك؟ وبعدين بعد كده يحصل الحكايه دي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ان اخذه اليم شديد. تقوم تخاف بقى، تخاف بقى واتقي الله ما تبقاش خميره عكننه على نفسك وعلى اهلك وعلى الناس. يبقى شوف بقى صمام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم ازاي؟ انك انت مجرد حتى تنكر الامر بقلبك فلا تشارك فيه على الاقل، وليس دون ذلك يعني حبه خردل من ايمان. فربنا ينجينا يا سيدي.
ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغ من إرضاء خصومه والخروج عما لزمه من مظالمه، فإن أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم بما أمكنه. يا سلام، طول النهار الناس قاعدة تقول لك شفت الشيخ الأزهر قال إيه، شفت المفتي قال إيه، قاعدين يغتابوا العلماء. وغيبة العلماء دي أشد من غيبة غير العلماء. خد بالك إن في رأي يقول لك إن غيبة العلماء كبيرة وغيبة عوام المسلمين صغيرة والاثنين حرام. في علماء قالوا كده، وفي علماء قالوا غيبة كل المسلمين كلهم كبائر. يعني أنت بتلعب في حكاية خطيرة، أنت بتلعب في شغلانة خطيرة ما تاخدش بالك. يجي لك الأستاذ بتاعك اللي بيعلمك وجاي يعلمك في الجامعة، يا ساتر ده دمه تقيل قوي، كشر هيصعب لنا الامتحان، والراجل ده ماله كده ليه؟ اغتابته يا مصيبة، اغتابته رحت في داهية ليه؟ أنت مالك وماله؟ كشر ولا مش كشر؟ هتاخد رزقك. ذاكر المادة وخلاص وخش امتحن واسكت، مالكش دعوة. فهمت ازاي؟ طول النهار الناس قاعدة في معاصي وهي مش واخدة بالها. وبعدين بعد كده هو طالع بعد ما قال الكلام الزبالة ده اللي يودي في داهية، اللي هو لو اتحط في المحيط ينجسه. واخد بالك ازاي؟ وبعدين يتزحلق في قشرة موز يقول يا رب وأنا عملت حاجة النهاردة؟ ده أنا مصلي الفجر. يا وانطاجي ده أنت عامل كتير وأنت مش واخد بالك. ده أنت وأنت راكب الأتوبيس واحد بس داس على جزمتك تفيت في وشه. وبعدين أول ما وصلت الكلية الراجل الساعي بيقول لك استنى لما أكنس بتاع، وأنت ما بتعرفش أنا مين؟ حتة ساعي يكلمني مش عارف إيه. وبعدين دخلت الكلية قعدت تعيب في المدرس اللي جاي يدرسني، وقعدت تستهتر بزمايلك، وقعدت مش... وبعد كده جيت اتزحلقت في قشرة موز اتكسرت. يا أونطاجي تقول أنا عملت إيه النهاردة؟ يا أونطاجي ده أنت بتعمل كده كل يوم وما اتزحلقتش إلا النهاردة. ده أنت تحمد ربنا يمهل ولا يهمل، فربنا ينجينا. يعني المعاصي اللي الإنسان بيعملها وهو مش واخد باله أكتر من المعاصي اللي واخد باله منها. وعشان كده شوف النبي بقى بيعلمنا يقول لنا إيه، يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، اغفر لي عمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، كل ده عندي. والنبي المعصوم بيقول كده عشان يعلمنا احنا، عشان يعلمنا احنا لحسن ما تفتكرش ان المعاصي هي اللي انت بتدركها بس، اللي انت بتعصى كبائر وانت مش واخد بالك طول النهار. ليه؟ بسبب سوء الاخلاق اللي اختلطت بسلوكك فصرت تعملها بالسجية دون ان تشعر انها من مساوئ الاخلاق. شفت ازاي؟ يقدموا لك الاكل الصبح يا عيش بايت كمان ما جبتوش ليه العيش ده، وكل يوم هفطر كده زي امبارح عامل زي الارنب الغضبان، كل يوم خس وجزر، كل يوم خس وجزر. كنا بناخده في اولى ابتدائي الارنب الغضبان، بس احنا الجيل بتاع الارنب الغضبان، واخد بالك؟ كل يوم، وبالرغم من كده كلنا بقينا الارنب الغضبان لما كبرنا. كل يوم كده، كل يوم كده استثقلنا النعمه. والنبي كان يجل النعم كلها، يجل النعم كلها صلى الله عليه وسلم، لان ينظر للمنعم. بينظر لمين؟ للمنعم سبحانه وتعالى. يقول نعم الادام الخل، تقول له ستنا ام هانئ ليس عندي الا كسرات خبز في صبيحه فتح مكه، يقول لا اتيني اياه. يفطر كسرات خبز يغمسها في خل صلى الله عليه وسلم، كسرات خبز باقية من ايه؟ من ريالة العيال الصغيرة الايتام ولاد ستنا ام هانئ، ولو طلب ياكل من الجنة لأكل. اتعلم من نبيك. وانت يقدموا لك عيش القمح، والنبي لم يرى عيش القمح اصلا، عاش ومات ولم يذقه، لم يره اصلا، كل اللي اكله كان خبز الشعير، وطول عمره يقول الحمد لله ولم يشتكي قط صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر تعمل ده كله وتقول وانا عملت حاجه؟ يا أونطاجي وانت بتعمل حاجه حلوه لما انت تقول لي مش عارف ايه؟ توب الى الله، توب يا نفسي الى الله، ولن يتم له شيء من ذلك الا بعد فراغ من ارضاء خصومه والخروج عما لزمه من مظالمه، فان اول منزله من التوبه ارضاء الخصوم بما امكنه، فان اتسع ذات يده لايصال حقوقهم اليهم أو سمحت أنفسهم بإحلاله والبراءة عنه، وإلا فالعزم بقلبه على أن يخرج عن حقوقهم عند الإمكان، والرجوع إلى الله سبحانه بصدق الابتهال والدعاء له. يبقى لو ما قدرش يستسمحهم كلهم يبقى يكثر من الدعاء لهم، ومما يكثر من الدعاء لهم يجوا يوم القيامة يلاقوا حسنات كتيرة جاية لهم من غير ما عمل قدموه،
يسألوا ربنا يا رب الحسنات دي بتاعت مين؟ يقول لهم ده دعاء فلان ليكم. يقولوا له رضينا عنه يا رب، رضينا عنه، يقوموا يسامحوك على طول. فهمت ازاي؟ يبقى انت تكثر من الدعاء لهم، لان ممكن تكون اسأت لناس ماتت، ممكن تكون اسأت لناس سافرت، وتكون اسأت لناس مكسوف تقول لهم انك اسأت، لان لو قلت لهم يمكن يعادوك اكثر، لان ما عندهمش مسامحة. فيبقى في الحالة دي تكثر ايه من الدعاء لهم، لعل الله سبحانه وتعالى يرضيهم عنك. وللتائبين صفات واحوال. يا خسارة مش هنلحق نخلص النهاردة الباب. وللتائبين صفات واحوال هي من خصالهم، يعد ذلك من جملة التوبة لكونها من صفاتهم لا لانها من شرط صحتها. والى ذلك تشير اقوال الشيوخ في معنى التوبة. هيكلمك بقى اقوال الشيوخ في معنى التوبة ايه، مجرد كلمات سريعة. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول التوبة على ثلاثة اقسام، اولها التوبة واوسطها الانابة واخرها الاوبة. زي ما قلنا التوبة دي لكل الناس، والانابة للاولياء والمقربين، والاوبة للانبياء والمرسلين. نعم العبد انه اواب للمرسلين. لكل عبد منيب، دي للاولياء والصالحين، مش كده برضو؟ والتوبة بقى لكل الناس. فجعل التوبة بداية والأوبة نهاية والإنابة واسطتهما. وقلنا ان فيهم فرق بسيط، ان التوبة هي الرجوع الى الله خوف عقابه، والإنابة الرجوع الى الله رغبة في ثوابه، والأوبة الرجوع الى الله تعظيما لجنابه. فهمت بقى الفرق؟ فرق بسيط لكن لا يستشعره الا اهل الخصوص، كلما ارتقيت تستشعر هذا. فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة، هو خوف العقابة، ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب انابة. مش كده برضو؟ او نفس الكلام الحمد لله. ومن تاب مراعاة للامر لا للرغبة في الثواب او رهبة من العقاب فهو صاحب اوبة. ويقال ايضا التوبة صفة المؤمنين. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، دي في سورة النور. والانابة صفة الاولياء والمقربين، قال الله تعالى وجاء بقلب منيب. والاوبة صفة الانبياء والمرسلين، قال الله تعالى نعم العبد انه اواب. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت الجنيد يقول التوبة على ثلاثة معان، أولها الندم، والثاني العزم على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه، والثالث السعي في أداء المظالم. ما قالش للإقلاع لأنه يقتضيها، الكلام بيقتضي الإقلاع. طالما ندم وسعى في مرضاة الله معناه أقلع عما كان فيه. فهمت ازاي؟ عشان كده ما قالهاش. وقال سهل بن عبد الله اللي هو التستري التوبة ترك التسويف. شفت اهو، قال لك اهو. يبقى المشكلة كلها اللي بيأخر التوبة ايه؟ التسويف. بكرة، بعده، السنة الجاية، الشهر الجاي، لما اخلص، طب اما اخلص الامتحانات، طب اما اتجوز، طب اما اخلف، طب اما اربي العيال، طب اما اجوز العيال، طب اما ابني البيت، طب مش يفضل كده يسوف لحد ما يجي الموت. يبقى ممنوع. يبقى التوبة ترك التسويف، يعني معناه التنجيز، معناه ينجزها في الحال. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عبد الله القرشي يقول، سمعت الجنيد يقول، سمعت الحارث يقول ما قلت قط اللهم إني أسألك التوبة، ولكني أقول أسألك شهوة التوبة. شهوة التوبة يعني إيه؟ يعني شعوري باحتياجي للتوبة كاحتياجي للطعام والشراب. شوف أنت لما يبقى عندك شهوة الطعام والشراب تسعى للطعام والشراب، لا يسنيك عن هذا السعي احد. جعان هتعمل ايه؟ فبتسعى اليه ايه؟ لشهوه ايه؟ الطعام والشراب. فهو عايز برضه شهوه التوبه دي، يعني لذه التوبه، حتى تصير التوبه نفسها يرغب اليها كما يرغب الى شهوه الحس، لان هذا يقتضي التمسك بها والسعي اليها والمواظبه عليها.
أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله بن مصلح بالأهواز يقول: سمعت ابن زيري يقول، هو كاتب زيزي، مش معقول زيزي دي، هي زيري، أنا قلت زيري بقى، أصل زيزي دي يعني أمه كانت زينب بيقولوا يا زيزي، مش معقول، لا يا زيري، أصل أنا عندي زيزي، خليها زيري أحسن. سمعت ابن زيري يقول: سمعت الجنيدي يقول: دخلت على السري يوما، خاله سيدنا السري مدفون جنبه كده جنب بعض، الحمد لله رحت زرتهم في بغداد، سيدنا الجنيد وسيدنا السري الصقر مدفونين في حجرة واحدة في منطقة اسمها بلخ، يعني اما تعدي نهر دجلة على الناحية التانية، لان بغداد كده وبلخ كده، يعني بينهم نهر دجلة. ففي الطريق وانت رايح لسيدي عبد القادر الجيلاني بعديه على طول، وللأسف ما حدش يعرفه في العراق، يعني كان معانا سواق عراقي مولود في بغداد، كان معانا هو اللي راكب لنا العربية اللي راكبين، فبقول له انا عايز ازور سيدنا الجنيد والسري السقطي، قال لي انا عمري ما سمعت ان في واحد اسمه، قلت له انت من بغداد؟ قال لي انا من بغداد ابا عن جد. قلت له ازاي؟ طب نروح نزور سيدي عبد القادر الجيلاني. قال لي ده انا اعرفه. رحنا لسيدي عبد القادر الجيلاني، ربنا كرمنا، قابلنا مين هناك؟ حفيده اللي هو نقيب اشراف بغداد السيد ابو بكر الجيلاني، نقيب السادة الاشراف في بغداد، كان قاعد هناك في المسجد لما رحت، قابلنا مقابلة طيبة وبتاع، فبنقول له عايزين نزور سيدنا الجنيد، قال لي ده قليل من اهل بغداد اللي يعرفوه، انا اخويا عمر السيد عمر يعرفه، هبعته معاكم. فبعد ما صلينا ركب معانا والشارع ودانا في دهاليز الدهاليز، ما تعرفش توصل الا لما يكون حد يعني، وصلنا لقينا حجرة كده ضيقة واخد بالك، مدفون فيها سيدنا السري السقطي وسيدنا الجنيد قدام بعض كده، اللي هو شيخه سيدنا السري السقطي شيخ سيدنا الجنيد، وكان خاله، وملحقه بيها مسجد جميل كده واخد بالك، والراجل حارس المسجد، احنا رحنا بعد العشاء بمسافه وكانوا بيقفلوا، سبحان الله بصينا لقينا الراجل قاعد كانه مستنينا، واقف كده في وسط الضلمه مستني، بيقول انا كنت حاسس ان في ناس هتيجي النهارده تزور، بيقول كده. فسبحان الله الناس دي يعني اولياء كبار. سيدنا الجنيد بقى بيقول: سمعته يقول دخلت على السري يوم، اللي هو شيخه بقى، فرأيته متغيرا، لقاه متغير كده، فقلت له مالك؟ فقال: دخل علي شاب فسألني عن التوبة، فقلت له ألا تنسى ذنبك، ده سيدنا السري بيقول للشاب التوبة ألا تنسى ذنبك، يعني تفضل باستمرار فاكره وتخاف تعمله تاني، يبقى دي التوبة تمنعك، يبقى تذكر الذنب يمنعك من الوقوع فيه مرة أخرى. فعارضني، طلع الواد الشاب ده بقى إيه مستواه عالي قوي، دكتوراه بقى، فعارضني وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك. فسيدنا السري اتاخد كده إن هو لقى أصغر منه وسبقه، فلما دخل عليه سيدنا الجنيد لقى متاخد متغير، فقال له الحكاية دي. فسيدنا الجنيد قال له ايه؟ فقلت ان الامر عندي ما قاله الشاب. قال له انا كمان كده، يعني طلع تلميذه كمان مشربه عالي. يا اما سيدنا السري كان مشربه عالي برضه، بس بيقول للشاب على اساس ان هو من السالكين، فحال السالكين كده، فهمت ازاي؟ فتغير حاله لما اتضح ان هو ما عرفش ان الولد ده من الواصلين، لا مش من السالكين، فتغير حاله لهذا، ربما كده وربما كده، فهمت ازاي؟ يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، وانا اميل للتأويل الثاني مراعاة لحق المشايخ. واخد بالك ازاي؟ فقال: لما؟ قلت، فبيقول له ليه؟ التوبة أن تنسى ذنبك، الثاني بيقول له التوبة ألا تنسى ذنبك. فسيدنا الجنيد قال له: لا، أنا عندي كما قال الشاب التوبة أن تنسى ذنبك. فقال: لما؟ قلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء فإيه؟ أيوة، إذا كنت في حال الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء، يعني ربنا نقلني إلى حال الوفاء بقبول التوبة، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. شفت الجمال؟ فسكت يعني إيه؟ يعني اقتنع بقى إن الجماعة دول واصلين بقى، ما تتعبش نفسك معاهم بقى، دول عدوا دول. سمعت أبا حاتم السجستاني رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر السراج الصوفي يقول: سئل سهل بن عبد الله عن التوبة فقال:
ألا تنسى ذنبك. يبقى سيدنا سهل التستوري الآخر رأيه بيتكلم للسالكين مش للواصلين. سيدنا الجنيد بيتكلم عن الواصلين أن تنسى ذنبك، والسالكين ألا تنسى ذنبك. يبقى الناس مقامات بقى. وسئل الجنيد عن التوبة فقال أن تنسى ذنبك. أنا مكتوب عندي ألا تنسى ذنبك، لا اشطب لا بقى. ما هو لسه فوق بيقول إنه عندي ما قاله الشاب، مش كده برضو؟ يبقى اشطب لا بقى. أنا شطبتها الحقيقة، لأن أنت نسختك دي حلوة والله. طيب كويس. قال أبو نصر السراج أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين تارة لهم وتارة عليهم، فأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين، فإنهم لا يذكرون ذنوبهم بما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى ودوام ذكره. قال وهو مثل ما سئل رويم عن التوبة فقال هي التوبة من التوبة، أي التوبة من رؤية التوبة، لأن رؤية التوبة نسبة العمل للنفس، ونسبة العمل للنفس عندهم مذمومة، فالموفق هو الله، تاب عليهم ليتوبوا. فهمت المعنى؟ هو يقصد كده، التوبة من رؤيتك تائبا، بل رؤية الله تاب عليك حتى تستشعر منة الله عليك. بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان ثم تاب عليهم ليتوبوا. أدي المعنى، التوبة هي التوبة من التوبة. شفت الجمال؟ بذمتك حد يعرف يقول الجمال ده للأولياء اللي عاشوا هذه المعاني؟ محدش يعرف يقول الحاجات دي اللي الناس عاشت المعاني دي. وسئل ذو النون المصري عن التوبة فقال توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة. وقال أبو الحسين النوري التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله عز وجل. سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي ابن محمد التميمي يقول شتان ما بين تائب يتوب من الزلات وتائب يتوب من الغفلات. ما احنا قلنا ان الناس درجات، في ناس بتتوب من الذنوب، وفي ناس بتتوب مش من الذنوب، لا من الغفلة عن ذكر الله في اوقات غير الفرائض والنوافل. يعني هو عايز يفضل ذاكر ربه على طول، فاذا غفل يتوب من هذه الغفلة. يعني انت العصر بتصلي العصر ذكرت ربك، بتصلي سنة العصر القبلية ذكرت ربك، طب بين العصر والمغرب قمت نمت اتفرجت على الافلام قعدت تقرا الجورنال، هو بقى بيتوب من الغفلة اللي حصلت له في الفترة دي. فهمت ازاي؟ مع ان الحاجات دي قد تكون بعضها مباح وبعضها من الصغائر البسيطة اللي يكفرها الصدقة والصيام وغير ذلك. وتائب يتوب من رؤية الحسنات، وفي تائب بقى يتوب من رؤية العمل انه منسوب لنفسه، بل العمل هو من توفيق الله. يبقى دي درجات عالية بقى. يبقى في واحد يتوب من الزلات، والتاني يتوب من الغفلات، والتالت يتوب من رؤية الحسنات. يا خبر ابيض، ده شغلانة، احنا فين يا عم؟ ده احنا لسه ما دخلناش كي جي 1، واخد بالك؟ عشان تعرف بس. انا يعني، انما انتوا ان شاء الله واصلين، وربنا سبحانه وتعالى يوصلنا جميعا بشفاعة بعضنا البعض وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الواسطي التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا. ومن كانت توبته نصوحا لا يبالي كيف أمسى أو أصبح، لأن خلاص بقى ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، بقيت مع ربك وربك حبيبك. طالما بقيت مع حبيبك هتحس بأي حاجة؟ هتحس أنك أنت عايز حاجة؟ شوف انت لما يبقى الطفل الرضيع مع امه هيهمه انه قاعد في البيت ولا في الاتوبيس ولا في الميكروباص ولا في الشارع ولا بالليل ولا بالنهار؟ هو طالما في حضن امه هو الدنيا كلها معاه، صح ولا لا؟ كذلك الانسان مع ربه اللي هو يعرف ربه وحب ربه، ما يهموش بقى بالليل في ايه والنهار في ايه، هو مع ربه وخلاص. يعني يمسي جائعا حامد ربه، يمسي شابعا حامد ربه، الحكاية كلها سهلة طالما مع الله. يعني ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. يزار اللي قال المثل ده كان ولي يمكن. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن ابراهيم بن الفضل الهاشمي يقول سمعت محمد بن الرومي يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول الهي لا اقول تبت ولا اعود لما اعرف من خلقي، ولا اضمن ترك الذنوب لما اعرف من ضعفي،
ثم إني أقول لا أعود لعلي أن أموت قبل أن أعود. يعني أعمل يا رب؟ يعني كأنه بيبين كمال فقري إلى الله. لا أنا قادر أقول أتوب، خايف لحسن أعود تاني وأبقى أنا كده خالفت عهدي معاك، وفي نفس الوقت خايف ما أقولش أتوب لحسن يعجل علي الموت وأموت وأنا مش تائب، فأعمل إيه يا رب؟ يعني خذني من ضعف نفسي. فهمت إزاي؟ أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. أدي المعنى، لأن كلما أظهرت الافتقار إلى الله كلما من عليك سبحانه وتعالى. إنما الصدقات للفقراء، مش كده؟ وقال ذو النون الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين. يعني الاستغفار باللسان دون إقلاع عن الذنب في الحال ده توبة الكاذبين، وإن كان هو حاله أهون ممن يكون متلبسا بالمعصية وغير مستغفرا باللسان. شفت قد إيه؟ يعني لو أنت خيرت بين إنسان يفعل المعصية متلبسا بها ويستغفر بلسانه وغير قالعا منها، واحد تاني يفعل المعصية غير مستغفر بلسانه، فالمستغفر باللسان أحسن شوي. ليه؟ لأن التاني عاصي بفعله طائع بقوله، والتاني عاصي بفعله وقوله، مش كده برضو؟ لا لا، ده هو بيقول الاستغفار من غير إقلاع من المعصية توبة الكاذبين. ايوه في الحال، يعني انا بستغفر ربنا من الذنب وانا قاعد باخد نفس السيجاره، استغفر الله من التدخين، ايه العاده السيئه دي، هات لي سيجاره يا ابني ولعها، استغفر الله ربنا يتوب عليا من الدخان واللي فيه، ولع يا ابني، واخد بالك؟ ادي معناه. يبقى هو مستمر في فعل المعصيه وشغال فيها. فهمت ازاي؟ ادي معنى ده نوع من الكذب ما يليقش، لكنه حاله اهون شويه من اللي هو بيعمل المعصيه وحتى لا يذكر رب. فهم؟ لا ده ضعف بشري ويرجع تاني. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت النصرابادي يقول، سمعت ابن يزدنيار يقول، وقد سئل عن العبد اذا خرج الى الله على اي اصل يخرج، فقال على الا يعود الى ما منه خرج، على الا يعود الى ما منه خرج، ولا يراعي غير من اليه خرج، ولا يراعي الا الله، ويحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه. فقيل له هذا حكم من خرج عن وجود، فكيف حكم من خرج عن عدم، عن وجود نفسه يعني أو وجود معصيته؟ طب حكم من خرج عن عدم، يعني عن عدم نفسه، حتى خرج حتى فلا يرى نفسه فاعلة. فقال وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة في السالف. يبقى مرارة الحجاب وذل الحجاب يحل محلها حلاوة الوصال وعز التجلي. ادي المعنى. ونقف عند ايه؟ عند هذا. مش هنلحق نخلص، نبقى المرة الجاية نخلص باقي باب التوبة عشان نجدد التوبة، وبعدين نخش في باب المجاهدة ان شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تب علينا لنتوب، واقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا عامرة بذكرك يا رب العالمين، وألسنتنا شاكرة لنعمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت.